صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة لكل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. وربما يعني صانع الأمثال الشعبية لو لقى مكان أو لقى مثل أو لقى موقف يتكلم فيه فمش هيلاقي أكتر من المواقف الصعبة اللي عدت على الإنسان. زي ما بيقولوا كده، المواقف كاشفة، المواقف كاشف، المواقف بتكشف الصديق الطيب من الصديق الشرير، المواقف كاشفة إنها بتبين قد إيه المحنة من المنحة، المواقف بتبين هل الصديق بالفعل وقت الضيق ولا مفيش أصلاً صديق. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك ربما يكون سؤال فلسفي شوي، ولكنه في النهاية أنا بحب هذه النوعية من الأسئلة، إن هي بتورينا تجارب ناس كتير جدا، كل واحد بقى عنده تجربة شخصية قدر إن هو يتغلب عليها، زي ما بيقولوا كده يعني بلغة البلوجرز وبلغة الإنترنت، تحدي، بس تحدي حقيقي، تحدي حقيقي في الحياة، مش تحدي فيك على الفيسبوك أو على اليوتيوب. التحدي الحقيقي اللي أنت واجهته وقدرت تصنع منه خبرة حياتية، قدرت تصنع منه درس مستفاد، قدرت تقول إن أنا طلعت فيه أو طلعت منه بفايدة ليا وفايدة للآخرين، إيه هو؟ إيه هو أكتر موقف صعب عدى عليك؟ إيه هو أكتر موقف صعب عدى عليك وقدرت إزاي تواجهه؟ سؤالي موجه لجمال، تقدري تقولي إن عندك موقف صعب عدى عليكي؟ والله يا أستاذ مصطفى هقول لك يعني لا، مواقف كتير حقيقي، كتير جدا يعني، يمكن متابعين البرنامج من زمن يعني من وقت ليس بقليل، والتوب فانز عارفين عارفين انه من اصعب المواقف اللي عدت عليا في حياتي كانت وفاة بابا الله يرحمه. طبعا خاصة انا بعتبر ان السن اللي بابا توفى فيه سن شوية دقيق، لانه ولا انت صغير قوي على ان انت ما تبقاش مدرك وقع الصدمة، ولا كبير قوي لو عندك عيلة بقى وأسرة ولاد تهتم بيهم فتتلهي. أيوة. كنت في الوقت اللي انت بتبتدي تخرج فعلا فيه للحياة، يعني اللي هو كان سن تقريبا 21 سنة أو 22 سنة، كان الوقت اللي انت كنت لسه بخرج فيه للحياة وشوف ايه اللي بيحصل والشغل. فكان كان موقف صعب، ويمكن اتكلمت فيه قبل كده، فمش عايزة اعيد نفس التجربة تاني، مش عايزة نبدأ اليوم كده مع الناس بموقف صعب. لكن خليني اقولك مواقف تانية كمان عديت بيها. أنا شخصية شوية ما بثقش في الناس بسهولة، أو مش ما بثقش في الناس بسهولة زي ما بيقولوا كده في أوروبا ودول الغربية، يعني I don't open up، ما بفتحش حياتي كلها بسهولة للناس. ممكن يبقى عندي معارف كتير جدا، ناس كتير جدا ممكن بعرفها بخرج معها، بس محدش يعرف قوي قوي يعني الداخليات أو الأسرار أو ناس قليلة جدا. مش خبص مني ولا، بس انا ما بعرفش احكي. أيوة. ولا حرص والله، يعني انا شخصيتي كده، انا عامه شخصيه ما بعرفش قوي اشتكي، ما بعرفش قوي طول الوقت ابقى بتذمر وبحكي مشاكل، انا ما بعرفش اعمل ده يعني. ف خليني اقول لك انه مش هحكي لك موقف بعينه، لكن انا لما بثق في حد ثقتي بتبقى عمياء وبلا حدود، ودي مشكله، دي مش حاجه صح. انا بقولش ان دي حاجه فيا بقى، وعارف انت الناس بتاعت اوحش حاجه فيا طيبه قلبي والكلام صح. لا انا مش الشخصيه دي خالص، بس يعني انا بحس ان انا شويه بحب لما يكون حواليا ناس او الكومفورت زون او الدائره المقربه مني، بحب ابقى قاعده مع ناس انا
مطمنه لها جدا، ما عنديش حتى ما بقاش ببذل مجهود او بعمل انك تتكلفي او مجهود عشان مش اتصنع حتى ان انا اركز في الكلام اللي بقوله. يعني بحب ان الدائره المقربه مني عفوا الدائره المقربه مني تكون الى حد ما شخصيات اكون قادره اتكلم واقول اللي انا عايزاه في اي وقت في اي لحظه، وحتى لو قلت سر حاجه عن عيلتي يبقى يعني عارفه ان انا قاعده مع اخواتي يعني. وبالفعل عندي صحاب من سنين، يعني عندي صحاب بجد يتخطوا العشرين سنة أو صحاب تتخطى الخمستاشر سنة، يعني عندي الناس دي الحمد لله. فخليني أقولك يعني عشان ما توهش الناس معايا إنه من أصعب الحاجات اللي عدت عليا لما أكون بثق في أشخاص وتطلع غير جديرة بالثقة، بتبقى مشكلة بالنسبة لي لأنه أنا مش ببقى مدية أخوانا تماماً طبعاً، يعني تماماً. ونحن بتعرف أنا وإنت بنحب الأبراج قوي، فبرج القوس إلى حد كبير حقيقي لما بيعتبر شخص مقرب لي حقيقي ما بيبقاش فيه حدود، وهو برج دغري بيسموه القوس لانه هو مباشر جدا على طول جدا، يعني اللي عندنا ما بيعرفش يلف ولا يدور ابدا حقيقي. ابدا يعني بحبك وهتبقى عارف ان انا بحبك بالافعال والكلام وكل حاجه، احنا نيوترال او احنا زملاء او لطاف او معارف او بنحب قعده بعض هتبقى عارف، ولو ما فيش بيننا وبين بعض ود هتبقى عارف بس هيبقى فيه احترام ستيل يعني. ف من أصعب الحاجات أو المواقف البايخة يمكن اللي عديت بيها لما يكون في أشخاص أنت وثقت فيهم واعتبرتهم من أسرتك أو اعتبرتهم ناس مقربة ليك وخانوا هذه الأمانة. أنا يمكن بتصدم لحد النهاردة في النقطة دي، طبعاً بقيت أكثر حرصاً، ولكن بعد ما بتصدم أنا عامة ما بضيعش وقت كتير قوي في الصدمات بصراحة، جرحي بيلم بسرعة أجدع حاجة بس لا حقيقي كل صدمة من الصدمات دي ممكن الناس تعتقد إنها عدت بسرعه او انت بتعدي بسرعه، لكن في الاخر هي بتسيب اثر جواك طبعا وبتسيب علامه جواك. ويمكن بتعلم الى حد ما ما اقفش عند المواقف الصعبه او ما اقفش عند الازمه اللي انا وقعت فيها، دايما بحب ابص للجانب المشرق من الحياه، دايما بحب ابص لنص الكوبايه المليانه نص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا، واشوف انا اتعلمت ايه بدل ما اندم. هو ده ازاي قدرت تواجهه بالظبط؟ واجهته بان انا دايما عارفه ان ربنا بيقدر لي الخير، دايما ربنا كاتب لي الخير، الاشخاص دي لو كان خير ليا انها تفضل في حياتي كانت هتفضل، وكانت هتفضل موجوده تحت اي ظرف بالظبط، ولو هم شر ليا او انا شر ليهم بالمناسبه، يعني مش شرط طول الوقت ابقى انا يعني الملاك خالص، ممكن نكون احنا الاثنين مش خير في حياه بعض ف ربنا بيبعدنا عن بعض. وهنا كلامي عشان محدش يفهمه بس غلط، انا مش بتكلم في علاقات تماما، انا بتكلم حتى صحاب ايا كان نوع المعرفه يعني صحيح. او نوع العلاقه ايه. فعندي ادراك، انا اعتقد انه اي موقف تقدر تعدي بيه يا مصطفى تعدي منه فعلا انت كذلك. هو اليقين، فكره اليقين بالله انه انت مدرك ان ربنا دايما بيعمل اللي في مصلحتك صح. ودايما ربنا بيعمل الخير، ودايما حقيقي بيخلي الاشخاص اللي انت محتاجها على الاقل في الوقت الحالي واللي تناسب رحلتك والدرس اللي المفروض تتعلمه. فمش لازم ابدا نمسك في اشخاص زياده عن اللزوم، ومش لازم نمسك في حاجات زياده عن اللزوم. يمكن ده اللي انا اتعلمته خلال قصتي اللطيفه دي، وده اللي انا فعلا بحاول اتعامل بيه. صحيح بزعل طبعا، صحيح بقف عند مواقف، لكن في نفس الوقت دايما يقيني بالله يقيني زي ما بيقولوا كده. انت بقى ايه الموقف الصعب؟ والله انا اكتر موقف صعب عدى عليا ان انا قعدت 5 سنين في بيتي من غير شغل. ده صعب قوي قوي قوي، وخصوصا لما عندك اسره عندك اطفال في مدارس، وانا بشتغل مهنه شاشه، يعني انت النهارده موجود بكره مش موجود، الدنيا السوق النهارده قلاب زي ما بيقول. بس قدرت اتوجه بيها ازاي او قدرت اواجهها ازاي؟ ده كان الدرس المستفاد. انا قعدت ادور انا اكتر حاجه بفهم فيها ايه، فلقيت ان انا بفهم في الكتابه. طب انا هشتغل ايه؟ هشتغل افلام تسجيليه. اشتغلت افلام تسجيليه، بفهم في الاخراج فاشتغلت اخراج في حاجات انا بعرفها، ده بجد على فكره. فاشتغلت ده واشتغلت ده واشتغلت حاجات يعني في نفس مهنتي في نفس مجالي، ما بعدتش عن مجالي، وقدرت اطور نفسي في حاجات فادتني لما رجعت كمذيع. يعني ما خليتكش كده بالبلدي زي ما بيقولوا كده ايه تصدي تبقى بعيد عن الموضوع، لا انت لسه اوير بكل اللي بيحصل. اشتغلت في احد المنصات بتاعت السوشيال ميديا،
مسكت قسم الوثائقيات هناك، قدرت ان انا اطور الدنيا واعمل حاجات عن روسيا وعن الصراع الصيني وعن مواضيع كتير مختلفه. هو زي ما بيقولوا كده بلغه النيوز ان هاوس، بس طويل شويه. الان هاوس ريبورت اللي هو التقرير الداخلي، بس هو طويل شويه يعني حوالي 10 دقائق. الان هاوس في لغه النيوز بقى دقيقتين ثلاثه، احنا كنا بننط نخليه 10 دقائق بس. ببساطه شديده يعني انا قدرت اتغلب على القصه ان انا ما اقعدش في بيتي. ولما رجعت للشاشه والحمد لله انا اهو نورنا والله حبيبتي الحمد لله، لما رجعنا ده فادني. لو كنت استسلمت وكنت قعدت وكنت قفلت الدنيا، كانت الدنيا مقفوله فعلا قدامي، وكنت خسرت كل حاجه حرفيا حرفيا بمعنى الكلمه، مش هاخد في التفاصيل، انا خسرت كل حاجه. كانت الدنيا اظلمت تماما في وشي، ولكن الواحد قدر ان هو يواجه الموقف ان هو فعلا يكون ايجابي ويتعامل مع الموقف بايجابيه، ويشوف هو يقدر يشتغل ازاي وما يقعدش يندب. لا انا النهارده عندي مهمات او عندي حاجات مهمه لازم اعملها. صحيح يعني احنا لاي حال مش الغرض خالص من السؤال ان احنا يعني نبقى بنحكي حاجات سلبيه على الصبح لحضراتكم، لا بالعكس، احنا بنحاول ان احنا نقول لكم ونسمع من بعض كده ازاي قدرنا نخرج من المواقف الصعبه. كل واحد عرف ان هو يغير الحال اللي هو فيه ازاي وبايه. خلينا كده نتكلم مع بعض ونعرف من حضراتكم ايه اكتر موقف صعب عديتوا بيه وازاي قدرتوا تواجهوا هذا الموقف. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مره ثانيه، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك يا لمياء. قولي لنا يا لمياء، ازاي بتخرجي من المواقف الصعبه؟ ازاي بخرج من المواقف الصعبه؟ بعد ما بتحسي يعني بعد ما تتعرضي لموقف قاسي قوي، ان انت فقدتي الثقه في حد او خان الامانه ولقيتي شخص مختلف تاني يعني تماما، فكره الانكار، بقعد شويه في فكره الانكار ان انا مش مصدقه ان الشخص اللي انا كنت واثقه فيه قوي ده بقى حد تاني. بعد شويه بيبقى فكره التقبل بقى، ان انت لازم ترضي وتقبلي ان دي تدابير ربنا، هو اختار لك الوضع ده علشان في حاجه احسن ليكي وللشخص التاني. يمكن كمان اكتر من المواقف الصعبه اللي انا عشتها فكره ان انا فقدت والدي في سن صغير قوي. يعني كل ما تفكري ان انت عايزه سنده او قوه من ابوكي مش موجود، سنده او قوه او مشوره من اخوكي مفيش. فطول الوقت كنت بحس بالضعف ده قوي. يمكن اللي خلاني طلعت من الحاله دي ان انا بقيت ام ليوسف، فحسيت ان انا لازم ابقى قويه قدامه طول الوقت. ضعفك بقى ده في اوضتك بقى بينك وبين نفسك، لكن لازم تبقي باينه قدامه ان انت سند وقوه. ده اللي اداني قوه شويه في شخصيتي قدام ابني يعني بعد سنين طويله جدا. ربنا يخليه لك. ميرسي ليكي. دلوقتي خلونا بقى نتابع اخبار المرور. بصبح على حضراتكم مشاهدينا، وخلونا نتابع الجوله المروريه ونبص على شوارع القاهره وباقي المحافظات لما الناس بدات تنزل. وهنبداها من محافظه القاهرة للكثافات فيها بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد، أما كورنيش متجه للمؤسسة في سيولة مرورية. كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي عليه كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كثافات إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت كمان كثافات مرورية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. إنما لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. أما نفق الأزهر في انتظام في حركة سير السيارات والمرور هناك في الاتجاهين. بتظهر كمان كثافات مرورية أعلى دائري منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ورايح لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.
دلوقتي تعالوا نروح لمحافظة الجيزة ونبدأها من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده طبعا بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات مرورية تانية إنما متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. إمبابة كمان عند محور صفت اللبن في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. أما اللي جاي من دائري المنيم متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا لشارع فيصل كمان بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو يسلك الطريق السياحي. أما اللي قادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو، بس في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمايل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. وبيشهد كمان الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية، القادم من الزراعي بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة مرورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق، وده لمنع أي ظهور أو أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر أو مصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر ليه طريق طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس جدا ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. هنكمل دلوقتي جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد وهنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة معتادة لساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية بسيطة هتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم بتزيد من الإحساس بدرجة الحرارة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. وكعادتنا بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم. وجه سيادته بمواصلة الجهود بحيث أنه يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة اللي أقيمت فيها لتحقيق العدالة الناجزة. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، وكان ده بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. تضمنت كلمة مصر شرح لكافة الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية من أجل تعزيز التحول في نظم الغذاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030.
أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وده في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة اللي أقيمت فيها على النحو اللي بيحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وتضمنت كلمة مصر شرح للجهود اللي قامت بيها الدولة المصرية لتعزيز التحول في نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السيدة إيمي بوب المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وده على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما. وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما يحتل ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر اللي بتستضيف 9 مليون مهاجر ولاجئ. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فرانشيسكو لوبورغيدا وزير الزراعة الإيطالي، وده على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وتطرق مدبولي إلى ما حققته مصر مؤخراً من طفرة في مجال الزراعة وإضافة 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة والري الحديثة، كما أكد أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يشهد العالم من أزمات وتطلع مصر للتعاون مع إيطاليا في هذا الشأن. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وأعرب مدبولي عن دعم مصر الكامل للفاو والتزام الدولة المصرية بعملية تحويل النظم الغذائية لما تحققه هذه العملية من تكامل بين الأمن الغذائي وعدد من أهداف التنمية المستدامة مثل تحسين الصحة والاستدامة البيئية وتحسين إدارة موارد المياه وتمكين المرأة من بين أمور أخرى. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن شركة إيتاكس فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية وتوفير خدمات الدعم الفني، وشددت على أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين إير شو 2023 اللي تم تنفيذه فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية الإماراتي الفرسان. وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية أو سيلفر ستارز عروضهم بواسطة طائرات K8E، وده كان فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية واللي تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راقي وكفاءة منقطعة النظير، ونالت العروض إبهار الحاضرين مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية الموجودة في جمهورية مصر العربية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدني، نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدد من الأنشطة المجتمعية والفعاليات المميزة خلال الشهر الجاري لخدمة أبناء المجتمع المدني بمحافظة مرسى مطروح، وتم عقد لقاء مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسؤولية، فضلاً عن بحث مطالب أبناء المحافظة في كافة المجالات. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الفيوم وقعت المحافظة عقد مع شركة يابانية
وذلك لتمويل العقود الأراضي المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في المنطقة الاستثمارية الحرة في هذه المحافظة. أما في المنوفية فقد تم زيادة عدد الفصول إلى 96 فصل رياض أطفال في المدارس. ومن المنوفية خلينا نروح لأسوان يا مصطفى. تم تطوير مستشفى التأمين بتكلفة 1,200,000,000 جنيه، وفي بورسعيد بدأت المرحلة الثانية لاختبارات كابيتانو مصر بالمدينة الرياضية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الفيوم وقعت المحافظة مع شركة يابانية عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم. المشروع هيوفر حوالي 3,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة في جميع التخصصات. في المنوفية أعلنت المحافظة عن قبول 4,750 طالب وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال KG1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2023-2024، وده من إجمالي عدد طلاب متقدمين 9,418 طالب عبر موقع التنسيق. كمان تم زيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات لهذا العام ليصبح 96 فصل دراسي بمدارس المحافظة بواقع 13 فصل زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين. فأسوان بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى أسوان للتأمين الصحي اللي وصلت نسبة التنفيذ بيها 35% بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، ومستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل، وده بيأتي ضمن 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية مدرجة بالمنظومة الجديدة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة إن إجمالي مساحة أراضي المشروعات الاستثمارية بالفرافرة وصلت حالياً ل 240,055 فدان، منها تم بالمزاد العلني ومنها بالأمر المباشر إلى جانب مبادرة النخيل، وجميعها بتعمل بالري الحديث، وشهدت هذه المساحات دخول زراعات جديدة غير تقليدية. في الغربية أعلنت المحافظة عن توريد 99% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، وده بإجمالي 172,540 طن، وتم تسهيل الإجراءات لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة. في الدقهلية دشنت المحافظة مبادرة 600,000 باب رزق اللي أطلقها التحالف الوطني بالمحافظات، وتم تدشين المبادرة بالدقهلية بتسليم 106 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية قروض لمشروعات صغيرة وأكشاك مدعومة بالبضاعة بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه في إطار المبادرة، ليستفيد بها أصحاب المشروعات من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم والأرامل من أبناء مراكز ومدن وقرى الدقهلية. في جنوب سيناء أجرت مدينة رأس سدر القرعة العلنية لـ 19 وحدة سكنية، وهي الحصة المخصصة للمحافظة وبيتم توزيعها على الحالات الإنسانية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة. في بورسعيد استقبلت المدينة الرياضية المتقدمين لاختبارات المرحلة الثانية من كابيتانو مصر بمشاركة محافظات دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء وبورسعيد. الاختبارات هتقام على مدار يومي 24 و25 يوليو الجاري تحت إشراف نجوم الكرة المصرية وخبراء لعبة كرة القدم وبالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، سؤال حلقتنا النهاردة هو إيه أصعب موقف عديت بيه وإزاي عرفت تتعامل معه أو إزاي قدرت أن أنت تتخطى هذا الموقف. خلينا نبدأ مع بيعة ربيعة بالمول. ربيعة أستاذ شكرا، ده الاسم يعني هم وضح لنا اسمه بعد كده تحت. طب ليه ما قلتش اسمك من الأول وحطيته؟ يعني كان يعني حاسه ان احنا دخلنا في تفاصيل استاذ ربيع قوي، تفاصيل شخصيه. ما علينا، قولي. بيقول مواقف كتير بصراحه، بس احسن قرار اخذته في حياتي هو التجاهل، ومع كل ده اتعلمت اني اصبر واكون متاقلم مع شغلي، واقنعت نفسي بكده لدرجه ان انا حبيت شغلي جدا وبكون سعيد جدا وانا رايحه. ودي من الحاجات المهمه على فكره، احيانا عشان تهرب من موقف صعب مضايقك يا مصطفى ممكن انت تبتدي انت
تشغل نفسك اكتر، تنزل الشغل اكتر، حتى لو تبتدي مشروع حتى صغير جديد. ودي الفكره، انه احيانا زي ما انت كنت تتكلم، المحنه ممكن تقلبها المنحه، وبعد كده بتشوف قدام بقى نتاج عملك ونتاج تعبك والوقت ده كله. لكن على للاسف على الجانب الاخر بقى، في ناس تانية بتحاول انها تلهي نفسها بحاجات مش لطيفه، مش هت ما تستغرقش بقى في القصه بالظبط، مش يعني هتفيدهم، بالعكس ممكن تضرهم. ودي الكارثه، لان انت بيفضل معاك الم المشكله اللي انت كنت فيه مع الم الموقف الاكبر او الاصعب او المشكله اللي انت حطيت نفسك فيها. صحيح، ده حقيقي جدا. دعاء عامر بتقول: اكتر موقف صعب اعداء النجاح، لكن بفضل صبري وكفاحي واصراري على النجاح اخدتهم تحدي، وكنت قد التحدي، وكان بفضل الله ان انتصرت وحققت هدفي ووصلت ليه. عارف احلى حاجه يا استاذ دعاء انك ما ذكرتيش اي تفاصيل عن الموضوع، ولكن اتكلمتي بشكل عام عن ان اكبر مشكله بتواجه الواحد فعلا هي مشكله اعداء النجاح المتمثله في كل حاجه، سواء في علاقاتك الاسريه، سواء في شغلك، سواء في محيطك الاجتماعي، سواء في محيط جيرانك. اعداء النجاح كتير واشكالهم كتير، ولكن انت لازم تكون ايجابي وتتعامل معاهم بمنطق الاحتواء احيانا، منطق الشده احيانا، لغايه لما تعرف تسوي امورك كويس معاهم. لا، في كل تاكيد. في استاذ ناصر ابو هوله بيقول: وفاه والدي لانه كان متحمل مشاكل الاسره كلها، وعددهم 9 افراد، وهو اكبر افراد الاسره، ووالده الله يرحمه وصاب انه يتحمل مسؤوليه الاسره. كان موقف صعب انه يتحمل طبعا هذا العبء، ولكن تحديات هذه الصعاب خلتني أواجه هذا العبء، وبفضل الله كنت على قد المسؤولية اللي وصاني بها المرحوم والدي الله يرحمه طبعا، وتعيش وتفتكر رحمة الله عليه. يعني جزاك الله كل خير، أنت قدرت أنت تنفذ هذه الوصية. صحيح. أحمد عبد الرازق بيقول: أكتر موقف كان تحدي بالنسبة لي أن أنا أكون متأقلم مع شغلي، وبالفعل قدرت أتأقلم معاه وأقنعت نفسي بكده لدرجة أن حبيت شغلي جدا، وبكون سعيد جدا وانا رايحه. بجد العمل النافع نعمه من ربنا. بيقولوا يعني مثلا بيقول لك ايه: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. انت ممكن تبقى في وظيفه وما بتحبهاش، ولكن الوظيفه دي تكون جسر ليك لوظيفه تانية، فانت هو الاستاذ احمد عمل كده، يعني حب ما عمل لغايه لما وصل للمرحله ان هو اقنع نفسه بهذا الدرس. طيب، في استاذه سندس بتقول: لما ابني جاله شرخ في الجمجمه، يعني في رخامة وقعت على راسه، بتقول: الحمد لله عدت على خير، صباح الخير عليكم. يعني قدر ولطف. يعني ده قضاء ربنا وقدره طبعا، واحنا ما نقدرش غير نقول ان احنا يعني ايه، ازاي انك تحول المحنة الى منحة زي ما قلت. بالظبط، المحنة لمنحة صح كده؟ صح. ناهد نور الدين بتقول: المواجهة بالمواقف الصعبة دايما بتكون باللجوء إلى الله، ربنا وحده سبحانه وتعالى هو المعين وهو المنصف، ونعمة بالله كل العلوم الخاصة بالتنمية البشرية، سواء في النسخ الإنجليزية بتقول اللجوء للكنيسة، في النسخ العربية بتقول اللجوء إلى الله والدخول إلى المسجد. بالمناسبة هو علم التنمية البشرية قايم على شوية إدارة، على شوية مش عارف إيه، على شوية إيمان بربنا، وكلهم بيقولوا ان يعني اللجوء لربنا والدعاء لربنا هو اللي بيخرجك من كل المشاكل. ما اعتقدش ان في حاجه اكتر من انك تدعي ربنا يعني. لا، وبرده ان انت يعني طبعا بجانب اليقين بالله زي ما كلمتي مصطفى، انت دايما تحاول تلاقي الجانب المضيء في القصه، الجانب المشرق في القصه، لانه احيانا احنا دايما بنبقى حابين نبص على الحاجات السلبيه او الحاجات اللي ممكن تضايقنا او الحاجات اللي طول الوقت تفضل تحبطنا. في ناس تانية على الجانب الآخر عندها مشاكل كتير جدا، لكن طول الوقت لما تشوفها تلاقيها بشوشة وبتضحك بالظبط، ودايما بتبقى عارفة إن اللي جاي أحسن إن شاء الله، وإن ربنا عمل الخير. أعتقد إن حتى يمكن زي بيقولوا الطاقة اللي خارجة من الناس دي أيا كانت نوع مشاكلها إيه، مختلفة كمان عن الطاقة السلبية اللي بنقابلها في ناس كتير على فكرة على أتفه المشاكل بالمناسبة. فأعتقد هي طريقة تفكير وطريقة نظر للأمور، رؤيتك أنت للأمور نفسها إزاي. لو بصينا على فكرة على مجمل المشاكل اللي بنعدي بيها هنلاقيها واحدة، يعني مفيش حد أعتقد بيخترع نوع مشاكل جديد، يعني زي ما بيقولوا كده بره مش راكت ساينس، يعني مش بنخترع حاجة جديدة، كلنا بنمر بنفس المواقف. حد فقد حد من أسرته أو حد عزيز عليه، ناس كتير جدا فقدت حد عزيز عليها، لكن هتلاقي
التصرف نفسه مختلف، ردود الأفعال مختلفة، وطبعا دي راجعة لحاجات كتير جدا، لكن في الآخر طول الوقت مهم ان احنا نشتغل على نفسنا يا مصطفى، وطول الوقت ان احنا نلاقي مخرج آمن لينا وللي حوالينا، والدنيا بتمشي طول الوقت، اللي بيفضل واقف هو احنا. صحيح. الشيء الوحيد المستمر هو ايه؟ او يقول لك اكتر حاجة يعني كفيلة ان هي تقضي على اي ألم في الدنيا هو الوقت، عنصر الوقت. دايما يقولوا كده، حتى الاجانب بيقولوا نفس الجمله، فما اعتقدش ان في حاجه واكبر درس مستفاد ممكن نستفيده من كل كلام حضراتكم ان الوقت هو العنصر الكفيل ان هو يقضي على اي وجع. على اي حال، سؤال مستمر مع حضراتكم، ايه هو اكتر موقف صعب عدى عليك وازاي قدرت تتغلب عليه؟ عايزين نركز على ازاي اكتر من القصص. احنا بنبتدي يومنا مع حضراتكم الصبح حابين نعرف ازاي خرجتوا من موقفكم الصعبة، دروس المستفادة، الأمل اللي في قصصكم أكتر ما نعرف المواقف الصعبة. طبعا حابين نشاركها مع حضراتكم، لكن خلينا بالعكس نشارك مع بعض الأمل أو إزاي قدرتوا تخرجوا من المواقف الصعبة. بالظبط. لأي حال زي ما قلت يا مصطفى، فاصل سريع نرجع لحضراتكم. يلا بينا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، وفي كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده بيزود من إحساس الحرارة في الطقس. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وحالة يعني ارتفاع درجات الحرارة الكبير ده، مكمل معانا لحد امتى؟ هو بالفعل اليوم مستمر معانا تأثرنا بالموجة شديدة الحرارة اللي بتأثر علينا منذ الاسبوع الماضي ومكملة معانا على الاقل لنهاية هذا الاسبوع. ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مع ارتفاعات نسب الرطوبة بشكل كبير، ويمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في الموجة دي، لأنها بتزود إحساسنا بارتفاع كبير بدرجات الحرارة. نسب الرطوبة بتتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تجاوز 90% على القاهرة الكبرى، فهي مرتفعة بشكل كبير ودايما بتخلي درجة الحرارة المحسوسة عالية جدا. يمكن احنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي دايما معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، وبتحمل بكمية كبيرة من بخار المية، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، بالإضافة كمان امتداد المرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ويساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي ارتفاع قيم الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة يخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة. يمكن اليوم المحسوسة على القاهرة الكبرى تتجاوز 42 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. فأجواء فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم الأنحاء، كمان ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بيكون فترات الليل. فترات الليل أجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة الرطبة في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان ان خلال هذه الايام فيه هدوء نسبي للرياح، هدوء سرعات الرياح بتساعد على مزيد من الاحساس بنسب الرطوبة ومزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة. خلينا ناكد كمان ان اليوم متوقع يكون فيه نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وده بدوره هيؤدي لارتفاع الامواج واضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ العلمين ومطروح والاسكندرية. طب الرياح دي مصاحبة برمال واتربة مثلا؟ لا، هي رياح قادمه من على البحر المتوسط، يعني رياح شماليه غربيه غير محمله باي اتربه ورمال مثاره، لكن هتجعل المناطق المطله على البحر المتوسط وتحديدا اللي احنا قلناها اسكندريه ومطروح والعلمين الشواطئ غير مؤهله لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. فالساده المصطفين على شواطئ سواحلنا الشماليه الغربيه لازم ناخد بالنا وناخد حذرنا بشكل كبير، لان ارتفاع الامواج بيتجاوز 2.5 متر بيوصل ل 3 متر، فناخد بالنا بشكل كبير. كمان لسه مستمر معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، يعني تكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي هي شبوره مائيه يعني خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7-8 صباحا
الشبوره المائيه بتتلاشى، وان شاء الله مع مطلع الاسبوع اللي جاي يبدا ياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيحصل يعني انكسار لحده الموجه دي، او حده الموجه دي هتقل باذن الله تدريجيا، نعود للاجواء الصيفيه المعتاده لمثل هذا الوقت من العام اللي هي دايما معروفه بدرجات حراره حول المعدلات واستمرار ارتفاع نسب الرطوبه، لكن طبعا هتبقى اقل من اللي احنا شهدناه خلال يعني الاسبوع ده او الاسبوع الماضي، خاصه كمان ان احنا مع مطلع الاسبوع اللي جاي هيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد على تلطيف الاجواء، فاحنا هنحس بعوده الاجواء الصيفيه باذن الله، لكن مهم جدا لازم ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا بالشكل الكبير، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا، ولو اضطريت ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وكمان بلاش افتح اشعه الشمس لفترات طويله، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، تبقى ازازه الميه موجوده في ايدي على مدار اليوم، ونرتدي الملابس القطنيه الاستفاضه فاتحه اللون، وطبعا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه بشكل كبير. طيب لحد ما تنكسر موجه الحر اللي احنا عايشين فيها لحد اخر الاسبوع، تنصحينا باماكن فين بالظبط ان احنا نخرج فيها ونتفسح فيها؟ هي في الغالب اقل المناطق درجات حراره هي سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط ككل بيكون متوسط درجات الحراره في المناطق دي بتكون ما بين يعني 33 34 درجه مئويه بالكثير، بيكون كمان في نسيم البر ونسيم البحر او نسيم البحر تحديدا بيلطف الاجواء نوعا ما، لكن المناطق دي بتكون اعلى رطوبه، فناخد بالنا برضو من ارتفاعات نسب الرطوبه، وناخد بالنا لو في اضطراب مناحه بحريه على اي مناطق من شواطئ البحر المتوسط. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 38 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 38-26، اسكندرية 33-24، العلمين الجديدة 33-25، مطروح 32-23، ودمياط 25-35، بورسعيد 36-25، الإسماعيلية 39-26، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 36-24، كاترين 37-19، وطابة 40-26، حلايب 38-31، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-30. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 40-26، الوادي الجديد 45-28، أسيوط 42-26، سوهاج 43-27، وقنا 44-28، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. نشكرك شكرا جزيلا يا لمى. شكرا يا لمى. دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فلجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني هتعقد اجتماعها لاستعراض ما تم التوافق عليه في جلسة مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، واللي تم عقدها ضمن الجلسات النقاشية للحوار الوطني منتصف الشهر الماضي. الورشة هيشارك فيها ممثلين عن الأحزاب وأصحاب المشاركات وورق العمل المتميزة في الجلسة النقاشية العامة، بجانب مقرر ومقرر مساعد اللجنة، وده للتناقش والتحاور بشأن القرارات المطلوبة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أو دعم المنظومة الصحية بشكل عام. النهاردة هيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في جلسة خاصة ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام اللي بينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. النهاردة هتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 13 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وده تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان رموز وأساطير، هيكون الساعة 7 مساءً بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة.
تدور الندوة حول التعريف بالأساطير من خلال إلقاء الضوء على الرمز والأسطورة في الحضارة المصرية القديمة، وهيتم الإجابة على الكثير من التساؤلات حول أصول ومعاني الأساطير وكيفية استمرارها عبر الأجيال ومدلولات الرموز وكيفية استخدامها، كما توضح الندوة أهمية هذه الأساطير في الإجابة عن أصعب الأسئلة وأبسطها فيما يتعلق بتاريخ البشرية. سريعاً كده خلينا نشوف مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقة. سؤال الحلقة مرة تانية، إيه أصعب موقف عديت بيه وإزاي عديتوا بيه أو إزاي واجهتوا؟ الحقيقة في تعليقات لطيفة يعني كتير جداً الحقيقة، بس يعني وفي كمان تعليقات مفيدة جداً برضو بالظبط، وفي تعليقات لا تفيد أي شخص. ولكن خلينا نقول مثلاً أستاذ أبو عبدو بيقول صباح الخير على حضراتكم، في بيقول أكتر موقف عدى عليا هو وفاة والدي ووالدتي وكملت حياتي عشان خاطرهم. يعني أستاذ أبو عبدو قدر يلاقي الدافع يا مصطفى أنه يكمل حياته، والسبب الشيء اللي يديه الأمل يعني أو الدفع أنه يكمل حياته بالظبط. ناهد الجندي بتقول المواقف كتير بصراحة، بس أحسن قرار أخدته في حياتي هو التجاهل، ومع كل ده تعلمت أني أصبر لأن طريق الصبر نهايته جبر. طبعا ده مثل يعني بيتقال عندنا في أهالينا سواء في الدلتا أو في الصعيد، طريق الصبر نهايته جبر. وأعتقد أن إحنا دي الحكمة، أن إحنا عايزين يعني إحنا مش عايزين نقلب على حضراتكم المواجع، إحنا عايزين في النهاية صحيح نستفيد من خبراتكم ونقول أنتوا إزاي استفدتوا من هذه الدروس. الحياة الثامنة الصباح، أنا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع رامية حمدين، تفضلي يا رامية. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها، وذلك على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. وخلال اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وخلال الجلسة الثانية ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير كلمة مصر، وأكد خلالها أن مؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المتشابكة والمعقدة. وقال القصير إن الأزمات العالمية التغيرات المناخية تؤثر على قدرة الدول الإفريقية على الوفاء بالتزاماتها. وأكد القصير أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا شديد الخصوصية لمصر، والتي تسعى لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في ندرة مائية. قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري إن 3 أشهر من الصراع في السودان جعلت البلاد في وضع تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية. وأوضح المنظري أن 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية، مضيفا أن أكثر من 67% من مستشفيات السودان خرجت من الخدمة، في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف، وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم الروسي على العاصمة هو 6 هذا الشهر، وذلك باستخدام طائرات مسيرة من دون طيار، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن جميع الأهداف الجوية وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي لدى اقترابها من العاصمة.
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف إن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد. وأقر وزير الدفاع بأن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعا، وذلك بسبب نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوية، واصفا الاشتباكات مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا بالصعبة. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتوصل للائتلاف الحاكم إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نوفمبر المقبل. وأضاف نتنياهو في تصريحات له بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا أن المحاكم ستبقى مستقلة، مؤكدا ضرورة بقاء الجيش بعيدا عن أي خلاف سياسي. وأكد أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية. أعلنت الداخلية الجزائرية أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34، بينهم 10 جنود، في ظل موجة حارة تشهدها منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وأوضحت الداخلية الجزائرية أن نحو 8000 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق، مشيرة إلى أنها أجلت نحو 1500 شخص من منازلهم حتى الآن. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة يمكن في الأيام القليلة اللي فاتت بقينا بنسمع مصطلح كده لمرض موجود هو حمى الضنك. اسم بيتردد بقاله فترة زي ما قلت لحضراتكم، ولما قرينا وبحثنا وفتشنا عنها اتضح انها حمى بتنتشر في فصل الصيف وموجودة من زمان ومنتشرة في المناطق الاستوائية الحارة. طيب ايه اللي خلاها تظهر هنا في مصر؟ ايه اعراض الحمى دي؟ موجودة من امتى؟ ازاي نقدر نتعرف عليها؟ هل ليها علاج يقدر يخلصنا منها بصورة سريعة ولا لا؟ دي اسئلة كتير جدا يا مصطفى محتاجين نعرفها. بالتأكيد زي ما انت قلتي، وفعلا التساؤل بيدور حول هذه الحمى وتوقيت عودتها وظهورها في مصر، وهل ليها علاقة بالتغيرات المناخية، هل ليها علاقة بأن المناخ يمكن بقى أكثر حرارة في مصر فظهرت باعتبارها حمى استوائية ولا لا، ايه هي طبيعة هذا الفيروس ولماذا عاد الانتشار رغم أنه يعني معروف وموجود في كتب الطب لكن لم يظهر على الأرض بشكل حقيقي. معانا في الاستوديو النهاردة دكتور محمد احمد احمد، استاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، اللي منور النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر لإجابة على كل هذه التساؤلات. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح النور. واحنا بنتكلم عن حمى الضنك، خلينا نعرف من حضرتك كده في البدايه ونعرف الساده المشاهدين تاريخ هذه الحمى، ظهر امتى، كان موجود فين، يعني ناخد نبذه سريعه عن هذه الحمى. هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو مهم نعرف ان من ساعة ما ظهرت الكورونا وهي عاملة نوع من الحساسية كبير في يمكن في العالم كله. احنا عندنا الفيروسات، في فيروسات ظهرت زمان وبتظهر في فترات متعاقبة، ده نوع من الفيروسات. في فيروسات تانية جديدة بتظهر كل سنتين مثلا او ثلاث سنين يظهر لنا فيروس جديد، وعندنا شواهد كتير للكلام ده من اول بظهر السارس واحد، وبعد كده الميرس كورونا متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، وبعد كده الكورونا. عندنا نوع تاني من الفيروسات بدا يغير مساره. يغير مساره بمعنى ايه؟ بدل ما كان مثلا بيصيب نوع من الحيوان بقى يصيب كمان الانسان، زي الاتش 5 انفلونزا الطيور اتش 5 ان 1. حمى الضنك دي من الفيروسات اللي ظهرت زمان قوي وبيتكرر ظهورها كل فترة. يعني افتكر اول تفشي للحمى الضنك كانت 1789 تقريبا. فين؟ في مصر. وبعدها بحوالي 72 سنة ظهر تاني وباء في مصر، وبعد كده ظهر وبائين، وبعدين في 2015 حصل تفشي جديد في ديروت في اسيوط،
واليومين اللي فاتوا دول برضو ظهر تفشي للفيروس حمى الضنك. حمى الضنك ده ده مرض فيروسي بيتنقل عن طريق نوع من البعوض بيبقى حامل للفيروس. مجرد ان هو يعض الانسان بيفضي اللعاب بتاعه اللي هو حامل للفيروس في الانسان، وبيبتدي في خلال اسبوع كده يبتدي فتره الحضانه يعني يبتدي ظهور الاعراض. الاعراض بتبتدي بحمى زي كل الاصابات الفيروسيه، وبعد كده الام واوجاع في العضلات وفي العظام. المرض ده ممكن يجي في شكلين، شكل متوسط وده ممكن خلال اسبوعين لسبع اسابيع كده بيخف، وممكن يجي بشكل حاد واللي قد تنتج عنه نسبه وفيات بس أي. النسبه مش كبيره، وممكن يجي بشكل يعني ما نحسش بيه ولا ندري ايه اللي حصل. طبعا في مناطق كتير في العالم هي اللي معرضه للاصابه بالفيروس ده او يتواجد فيها انواع البعوض المسؤوله عن نقل الفيروس. هو في نوع معين للبعوض ولا البعوض هنا بينقل او بيتكاثر جواه فيروس معين؟ لان ما اعتقدش ان البعوض يعني بينتقل من المناطق للسؤال الحاره لصعيد مصر، وربما هو نفس البعوض اللي عندنا اللي هو الناموس. قصدك بالظبط بالبلدي يعني الناموسه. بالظبط. طيب هي الناموسه دي انتقلت من الاجواء الاستوائيه الى صعيد مصر، ولا الفيروس ظهر في صعيد مصر فانتقل يعني فاستطاعت ان هي تنقله من جلد الى جلد او من شخص الى شخص؟ زي ما قلنا الفيروس ده لازم يتنقل عن طريق الدم. وعشان كده ما بينتشرش بسهوله بين الناس وبعضيها، الناس المصابه ما تنقلوش لناس غير مصابه، انما عضه البعوضه اللي هي حامله للفيروس هي دي اللي بتنقل المرض. نوع البعوض اللي هو ايجيبتس هو نوعين من البعوض موجودين في مصر، وموجودين في تقريبا نص سكان العالم عندهم نفس البعوضه دي. ممكن تنقله عن طريق واحد مصاب، مجرد انها تعضه وتاخد منه دم هي كده بقت حامله للفيروس. بالظبط. ماشي. البعوض ده او الناس المصابه دي اتسربت ازاي لمصر؟ هل البعوض ده جاي لنا مثلا يعني في منطقه المملكه العربيه السعوديه جده والجنوب ناحيه اليمن كده منتشر الدنجي اللي هو الفيروس ده منتشر انتشار كبير، فهل ده عشان موجود نوع بعوضه معين يا دكتور؟ نوع البعوض ده موجود جنوب اسيا وفي امريكا وامريكا الجنوبيه وفي افريقيا، فنص سكان العالم معرضين للاصابه بالفيروس، ولكن يعني سنويا حوالي 100 مليون واحد بيتصابوا بالمرض ويظهر عليه اعراض، ونسبه الوفيات اعتقد قليله جدا بتوصل ل 400,000. الحاجات دي موجوده من زمان، بس هو كل الفكره ان الكورونا فتحت عينينا لحاجات كتير قوي. بالظبط. فبس فتحت عينينا لحاجه افضل، يعني ان لازم يبقى في عندنا خطه تاهب للوبائيات دي، لان خلاص احنا كل فتره قصيره كده هيجي لنا وباء او هيجي لنا فيروس جديد زي ما هيجي العالم كله يعني مش احنا بس. فضروري يبقى في عمليه تقصي ومسح عشان اقدر اعمل انذار مبكر للوبائيات. ما ينفعش زي ما حصل مثلا في انفلونزا الطيور، اصحى الصبح يوم 17 فبراير 2006 الاقي 19 محافظه متصابه بانفلونزا الطيور. طبعا ما حصلش في العالم حاجه زي كده، فكانت السيطره احتاجت مجهود كبير قوي عشان اسيطر على الفيروس. نفس القصه حصلت في الكورونا، بس العالم كله كان مشدود ساعتها. في ديسمبر 2019 احنا يعني كنا قاعدين ساعه بساعه كده منتظرين اي معلومه عن الفيروس تيجي من الصين، لان قعدت فتره كده عبال ما الفيروس جانا في مارس، فمنتظرين اي معلومه عشان نبتدي نتحرك. فضروري يبقى عندنا خطه تاهب للوبائيات دي. طيب دكتور، زي ما حضرتك بتتكلم ان نوع البعوض الناقل لهذا الفيروس او المسبب لهذه الحمى
هو مش من نوع البعوض اللي موجود او الناموس اللي عندنا في مصر، فيمكن واحنا بنتكلم ان هو تقريبا حصل هجره لهذا النوع من البعوض داخل مصر. سؤال برضو مهم، احنا بنتكلم في القضيه الشاغله للعالم كله دلوقتي ونتابع، يعني احنا عايشين في اثار الحياه الارتفاع الرهيب في درجات الحراره في العالم كله. هل ده ليه علاقه بتغير المناخ؟ هل ليه علاقه بفكره التنوع البيولوجي او لا؟ طبعا هو اكيد الاختلافات درجات الحراره هيبقى عامل في انتقال كائنات حيه لبيئه مختلفه. صحيح. فوجود درجه حراره الناموس ممكن يعيش في درجه الحراره العاليه يعني، وفي الصيف بيبقى موجود بصوره اكبر. او ان الناموس نفسه اللي عندنا يعني يصاب بنفس، او يعني هو احنا عندنا الناموس اللي بينقل الفيروس موجود في مصر وموجود في افريقيا زي ما موجود في نص الكره الارضيه. ينقل الفيروس اعتقد، برضو صحح لي حضرتك، ينقل الفيروس غير المسبب للفيروس صح؟ هو ينقل الفيروس من حد مصاب بالظبط، لكن حضرتك بتقول انه فينا نوع معين من البعوض هو ده اللي اكسبت او ممكن الفيروس ده يعيش جواه لحد ما يتنقل. فالناموس ده موجود في كل حته. حركه طبعا تغيرات المناخ بتخلي ممكن يتجمع في مناطق هي البيئه مناسبه ليه، من درجات حراره لوجود مسطحات مائيه، لان هو بيحط البيض بتاعه في المسطحات المائيه الراكده. فمن اهم حاجات للمقاومه والسيطره على الفيروس ان سيطر على المسبب البعوض نفسه. سيطر على البعوض يعني امنع وجود البيض ده وتكسر البعوضه. يعني المياه الراكده دي اتخلص منها، في انواع من المبيدات للبعوض اقدر استخدمها، في حاجات بتطرد سبراي كده بيطرد الناموس ما يقدرش يجي يعض الشخص يعني. الى جانب ان طبعا في فاكسين او لقاح يعني معمول، هو اتوافق عليه في الولايات المتحده، بس هو مخصوص لحاله معينه. اول حاجه السن من 9 ل 16 سنه. تاني نقطه، هو يفضل ان هو يستخدمه اللي اتصاب قبل كده بالدنج بالفيروس. لان لقوا ان هو اللقاح ده لو اتاخد لحد ما اتصابش قبل كده وجيت صاب فبتبقى الحاله حاده جدا وشديده. فيعني اللقاح لسه عليه ليه محاذير. طب وحضرتك اللي انت قلت عليه اللي هو السبراي اللي ممكن تبقه على دراعاتك وعلى جسمك اللي موجود في كل صيدليات مصر بالظبط، ده كافي ان هو يطرد الناموس، يمنعه ان يجي. هو الناموس مش مضطر يجي المكان هو مش قابله يعني، او في حاجه طارده ليه، عنده حتت كتير بقى ما فيهاش مشاكل. يعني ده حل سحري الأسهل. او حل اسهل لمقاومه حمى الضنك لو ظهرت على مستوى الفرد. على مستوى الفردي على مستوى الفرد عنده شباك يقدر يحط له سلك، عنده سبراي يقدر يرشه في الارياف يعملوا ناموسيه، ده على مستوى الفرد يقدر يعمل كده. انما على مستوى مجتمع ودولة لا، لازم نقاومه بشكل اكبر. البرك والحاجات دي لازم نتخلص منها. والرش دكتور، طيب وبرضه خلينا نعرف الساده المشاهدين عن الادويه المتبعه او بروتوكول العلاج لحمى الضنك، يعني خاصه انه كمان الاعراض متشابهه جدا مع كورونا. هي فكره ارتفاع درجه الحراره والتكسير في الجسم. درجة الحرارة مع اي اصابه فيروسيه صحيح دايما طبعا الحمى دي موجوده، لكن تكسير في الجسم والصداع وما الى ذلك. هو بس حكايه العلاج هو ملوش علاج مباشر للفيروس، يعني مفيش دواء مضاد للفيروس ده لحد دلوقتي ما اتعملش. انما يعني انا مش طبيب هقدر اكلمك كويس قوي في العلاجات، انما دواء خاص بالفيروس لا، هو مش مفيش دواء خاص بالفيروس لحد دلوقتي. بس العالم كله شغال، وعلى فكره احنا شغالين برضو في الاتجاه ده، البحث عن ادويه جديده للفيروسات، والبرنامج ده من فتره شغالين في المركز القومي. دي نقطه مهمه جدا بقى يا فندم. طبعا يمكن هي دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، فكره الاستعداد. لا لازم يبقى في خطه تاهب، خطه تاهب
لازم تشمل عملية رصد منظم. البلد فيها مداخل ما عليهاش حراسة يعني. يعني أما نتكلم على الطيور المهاجرة ما فيش بوابة بيخشوا منها. الطيور المهاجرة وفيها أمن وتفتيش وحاجات كده. مش حجر صحي يعني. لا يعني الطيور المهاجرة بتخش في مصارين في مصر وحملة حاجات كتير قوي من العالم كله. الطيور المهاجرة دي بيستخدموها في نقل الميكروبات من بلد لبلد. عندنا نهر النيل، نهر النيل برضو بيخش بدون أي حراسة. يعني بيخش بيلف على 10 دول غيرنا وعندهم أمراض كتير وبيمر ويدخل مصر برضو ما بيستأذنش. هو الأخطر من كل ده واللي قلقني فعلا سؤال جمانة اللي قالته بقصة بتاعت التغيرات المناخية. يعني النهاردة درجة الحرارة بتاعت البلد لما تعلى وتوصل لمعدلات قياسية غير كل صيف، وكل صيف العالم يتقال عليه ان هو الاكثر سخونه على الاطلاق في التاريخ. بالزبط. انا متابع جدا القصه دي. كل صيف يتقال كده، فمعنى ذلك ان كل الامراض اللي كانت بتظهر في المناطق الاستوائيه مصر عرضه ليها، لان مصر اصبحت مناخ يعني مش مصر لوحدها يعني، بس انا بتكلم على الحاله المصريه بما اننا دي بلدنا. تمام، بس مش عايزين نبص للتغير المناخي على انه عمل حاجه فجائيه. هي مش فجائيه ولا حاجه، احنا من زمان واحنا صغيرين وبيقولوا لنا طقس مصر صحيح حر جاف صيفا ده فيه ممكن تشتعل. ما بقاش كده، هو بالتدرج كده وصلنا للحد دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه في تغير المناخ. يعني بشكل عام مبسط عشان نبسطها للساده المشاهدين يا فندم، انه كل جو او كل مناخ للأمراض المصاحبة ليه أو اللي بتقدر تستوطن بالزبط. فيه أو بتقدر تكون موجودة فيه. إحنا درجة الحرارة ارتفعت عندنا، فبالتالي معروف طبعا أنه مثلا درجة الحرارة في السعودية مرتفعة أكتر من عندنا، فظهرت الأمراض اللي ممكن تكون كانت موجودة هناك وهكذا. ما عشان نبسطها، أنت الجو بيبقى حر بتطلع الساحل أو بالزبط. تطلع اسكندرية، فبتدوري على المناخ اللي تقدر تنبسطي فيه أو تعيشي كويس. هو نفس الكائنات كده، صحيح الطقس بقى مش مناسب هتروح لمكان مناسب. مش الكائنات بس، ده الكائنات والفيروسات والبعوض وكل البيئة المصاحبة يعني. فأكيد الكائنات الدقيقة دي بتتنقل برضه. طب انتوا عندكم استعدادات في المركز القومي للبحوث لأن التغيرات المناخية المصاحبة لمصر يمكن أن تنتج فيروسات لها علاقة بالبيئة الاستوائية أو أكثر بيئة أكثر حرارة أو أكثر برودة؟ لان احنا اعتقد ان تغيرات المناخ في مصر ممكن ان تنتج عنها امراض، اعتقد ده امن قومي طبي برضو. شور لا، احنا ادركنا القصه دي من بدري قوي. احنا يعني قدمنا مشروع ضخم لهيئه التنميه والابتكار التكنولوجي الاس تي دي اف في الاكاديميه في وزاره التعليم العالي، يعني مشروع تاهب. مسكنا مداخل البلد، المية من عند أسوان، طيور المهاجرة في أماكن متنوعة. بدأنا نبص على القوارض والزواحف اللي موجودة، نبص على الباتس اللي هي الوطويت، الوطوات الخفاش. الخفاش ده بينقل أمراض كتيرة قوي. بدأنا نحاول نرصد الفيروسات في كل الاماكن دي. فانا يعني هديك مثال صغير لحضرتك. انا دلوقتي لو رصدت الميه، وده يمكن احنا المكان الوحيد في الشرق الاوسط اللي بيشتغل فيروس في ميه، لو لقيت مثلا فيروس زي الروتا فيروس، فيروس بيعمل اسهال عند الاطفال وعند الكبار، لو لقيت الفيروس ده موجود في الميه في ابو سنبل مثلا، كل محطات الميه عندنا موجوده على نهر النيل. فتخيل حضرتك لو اديت انذار للمحطات دي كلها، جاي لكم فيروس كذا، هيزودوا الكلور، هيزودوا الكونتاكت تايم اللي هو فتره وجود الميه مع الكلور، ويتخلصوا من الفيروس بسهوله. ده وفر قد ايه حضرتك؟ كتير. وفر علاجات ضخمه جدا، ووفر عطله كبيره قوي. ده الانذار المبكر. الانذار المبكر هو الهدف من خطه التاهب، انها ما بتفاجئش بحاجه وتفادى حاجات ممكن تحصل. اما اجي ارصد في الطيور المهاجره زي ما رصدنا فيروس اللي هو الاتش 5 ان 8 انفلونزا، رصدناه في الطيور المهاجره وبعد كده اتقل للمزارع، فطبعا
الرصد المبكر او الانذار المبكر ده هيخلينا نتفادى حاجات كتير قوي او اخد استعدادات. احنا عاملين حاجه زي كده زي مشروع كبير كده ومتوافق عليه من STF وشغالين فيه بتمويل حكومي يعني مصري. فشغالين يعني. طيب ايه فندم الاليات اللي بتحتاجوها لنجاح هذا المشروع؟ احنا في المركز القومي للبحوث عندنا مركز تميز علمي برضو ممول بالSTDF. المركز ده على مستوى عالي جدا، تقريبا كل الاجهزه موجوده. في اخر مشروع رفعنا مستوى الاجهزه كمان عشان تناسب خطتنا في التاهب والرصد المبكر للوبائيات، وفعلا وافقونا في الSTDF على الاجهزه دي وجي منها جزء والباقي جاي في الطريق. رفعت قدرتنا رفعه كبيره جدا جدا الى اقصى درجه يعني، ونعتبر مركز في على مستوى مصر مركز فريد. وطبعا علاقاتنا الخارجيه علاقات ضخمه مع دول كتيره قوي، امريكا وفرنسا والمانيا ودول كتير. عندنا فريق بحثي يعني ويل تريند، متدرب كويس قوي، ويعرف يفكر، عنده منهج علمي في التفكير جيد، مش مجرد بينفذ او مش موظفين حكومه يعني، ده ناس لا عارفين ميعاد خروج ولا عارفين انهم يجوا الصبح يمشوا امتى يعني، هم نصيبهم يعني. صحيح. طيب ازاي قرات تصريحات منظمه الصحه العالميه اللي قالت فيها ان حمى الضنك ان موضوع مقلق في بعض بلدان العالم؟ قراءتك لهذا التصريح الاممي عامله ازاي؟ منظمه الصحه العالميه دي انا ما اعرفش بيطلعوا تصريح غريبه شويه. موضوع مقلق يعني ايه؟ ما يقول على طول المشكله ايه؟ طبعا ما ده فيروس وممكن يعمل وباء ينتشر، فطبعا هيبقى مقلق. ان ايه الاضافه؟ يعني ايه التحذير اللي ادهولنا؟ يعني الجملة دي تعني أطلع منها بإيه؟ ولا حاجة. بتطلع منها إن هو جرس إنذار أممي، تطلع منها إن هي بتقول يا وزارات الصحة في دول العالم وخصوصا دول العالم الثالث خلي بالكوا، تطلع منها في إن هي بتقول يا جماعة مسببات هذا المرض خدوا بالكوا منها. يعني لا، فيها كلام. وبعدين أنا لما أقول على منظمة الصحة العالمية إنها ما بتقولش، هي في النهاية هي المسؤولة في النهاية عن يعني هي اللي شايفة كل الأمراض اللي في العالم. تمام. منظمة الصحة العالمية دي اللي في 2009 لما ظهر إنفلونزا H1N1 في المكسيك فضلت ترفع درجة الطوارئ لحد تقريبا درجة الستة، كان العالم كله هيقف، وبعد كده اعتذرت وصلحت الخطة بتاعتها لرفع درجات الطوارئ. منظمة الصحة العالمية اللي هي في 2019 لما حصل وباء كورونا اتأخرت كتير قوي على بال ما عرفت ان الكورونا ده مرض جديد وخطير ومصدره ايه اللي مش عارفاه. بعتت لجنة للصين ووهان عشان تعرف مصدر الفيروس ايه، وطلعوا قالوا لا مش مصدره وهان، مش تسريب من المعمل، ما تسربش الفيروس من معمل في وهان. امال ايه؟ ما عرفناش حاجه، ما عرفناش مصدره ايه. طبعا احنا عندنا علامة استفهام كبيره على مصدر الفيروس، وعرفنا مين المستفيد من القصه دي كلها. منظمه الصحه ما عندهاش الجرأه انها تقول حاجه زي كده، ولا عندها جرأه تجاوب على السؤال سالته. فمعلش يعني منظمة الصحة العالمية يبقى يا دكتور برضو زي ما حضرتك دلوقتي مثلا أشرت إلى نقطة أو علامة استفهام، فكرة أنها تأخرت في الحديث عن فيروس كورونا. خلينا نقول أنه على الأقل بيكون زي ما مصطفى كان بيقول حضرتك جرس إنذار خدوا بالكم، وإحنا دورنا إحنا ما بناخدش، مش المفروض أن إحنا ناخد الكلام زي ما هو ونطبقه ونسى وأن نرفع حالة الطوارئ أو حتى لا نبالي خالص بهذه التصريحات. إحنا دورنا زي ما حضرتك تحدث نقوم بأبحاثنا، نقوم بدورنا على أكمل وجه، نعرف إيه اللي موجود مسببات هذا الفيروس وكل ما له من تفاصيل وكل ما هو متعلق به، وإحنا كمان نبقى عارفين وعلى قدر كافي من العلم
والمسؤوليه ان احنا نحدد موقفنا فين من ايا كان بقى الفيروس او ايا كان الامراض اللي بتتحدث عنها هذه المنظمه. طبعا انا بشكر المنظمه عفوا، انا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور محمد احمد احمد علي استاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث نورتنا يا فندم، بشكرك على كل هذه التفاصيل. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. رايح على خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم واهلا بكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي يستهدف تنظيم 8 مباريات وديه للمنتخب في الفتره من سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024، وده استعدادا للمشاركه في اولمبياد باريس. وطلب ميكالي اقامه 4 معسكرات للمنتخب وده استعدادا لاولمبياد باريس 2024. فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني خاض أول تدريباته في السعودية، وحرص المدير الفني على تخفيف الحمل البدني بعد رحلة السفر وتأهيل اللاعبين بدنيا وفنيا قبل المشاركة في البطولة واللي هتنطلق في الفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس اللي جاي. نادي بيراميدز أعلن استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد تفعيل بند شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي. رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه للسلوك غير الرياضي، وده كان في مباراة الأهلي وبيراميدز طبقا للائحة العقوبات. منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 فاز على النرويجي بنتيجة 35 مقابل 34 هدف وديا في معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد واللي بتستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس 2023. منتخب المغرب للسيدات تلقى هزيمة كبيرة أمام الألماني بنتيجة 6-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. لافيا بشكرك طبعا شكرا جزيلا لاستعراضك الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ومشاهدينا لسه مكملين معاكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. الحقيقه يمكن هذه الفقره هي فقره من اكثر الفقرات المحببه الى قلبي الحقيقه. ببسط جدا لما الاقي مجموعه من طلاب في اي كليه ايا كانت، اي تخصص واي مجال ايا كان، لكن احنا في فقرتنا النهارده هم طلاب في كليه الهندسه جامعه النهضه، ابتكروا او مش ابتكروا، خلينا نقول طبقوا من خلال مشروع تخرجهم انتاج اول نظام حموله فضائيه مصري بيعتمد، يعني هي يعني المصطلح غريب شويه بس هنفهمه مع حضراتكم، بيعتمد على الذكاء الاصطناعي كوحده لمعالجه الصور. يمكن الكلام كبير قوي مصطفى ومصطلحات كتير قوي بس هنعرفها طبعا بالتفصيل بقى بالظبط. يمكن يعني زي ما ضيفنا دردشنا معاه من شويه وقال ان النظام ده ببساطه شديده احنا عندنا الاقمار الصناعيه بتلتقط صور طول الوقت، ممكن تشوف من خلالها كل المساحات اللي موجوده على الارض، لكن هل الصور دي بتتحلل او بيتعمل لها داتا اناليسز او بيتم تحليل بياناتها وهي بتتصور، ولا الصور دي بعد ما بتروح للقاعده بتتحلل؟ هي دي النقطه اللي اشتغل عليها تلامذتنا في هذا المشروع. مشروعهم تحديدا بيهدف لتحليل هذه الصور على الارض، يعني يعرف الحته دي فيها اراضي زراعيه، الحته دي صالحه للاستخدام، الحته دي فيها تعديات على الرقعه الزراعيه. هيشتغلوا عليها من خلال تقليل الوقت المستغرق في معالجه الصور في المحطه الارضيه، وتبقى الموضوع نوتيفيكيشن او اشعارات بتجيلنا فورا بتحلل هذه البيانات. ضيفنا النهارده المهندس علي عبد العال، مهندس الاتصالات والحاسبات والمسؤول عن الفريق البحثي اللي عمل هذا المشروع. اهلا بك يا باشمهندس، منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. اهلا بك. اهلا بك يا باشمهندس علي. طيب مصطلحات كتير قوي، مصطلحات الذكاء الاصطناعي كمان تحديدا بتكون شويه مربكه وجديده على مسامعنا، فاشرح لنا كده احنا لما حد بيسمع عن صوره من اقمار صناعيه
المفروض ان الصوره يعني واضحه ومحلله وبياناتها واضحه، ويعني صوره جايه من الساتلايت او من القمر الصناعي. فكره انه بقى كمان تحليل الصوره دي نقطه مهمه، فخلينا نفهم منك كمان بالنسبه لنا الاقمار الصناعيه كل ده اصلا في حد ذاته لكتير مننا ده في حد ذاته ذكاء اصطناعي، فان اصلا نحللها كمان بالذكاء الاصطناعي. خلينا نفهم القصه دي وتشرحها لنا وتشرحها للساده المشاهدين. تمام، يعني احنا خلينا ناخد الموضوع ببساطه وسلاسه اكتر من كده. نبدا من اول كلمه الاستشاره عن بعد، وهي زي ما قلنا حضراتكم الاقمار الصناعيه اللي بتلف حوالين كوكب الارض، وظيفتها تصوير كوكب الارض وتصوير المناطق اللي احنا بنحددها لها. وبعد عمليه التصوير احنا بنبدا نجمع البيانات. لما بقول هنا تصوير يعني الكاميرا المستخدمه، والكاميرا المستخدمه هنا دي بيبقى مقصود بيها نظام الحموله الفضائيه بتاع القمر الصناعي. كل ما تم ان في الطبيعي وفي العادي اللي كان بيحصل ان الصوره بيتم تصويرها عن طريق القمر الصناعي، ثم بيتم ارسالها للمحطه الارضيه ليتم معالجتها في المحطه الارضيه، وبعد كده بيتم معالجتها اللي هي تحليلها بالظبط، معالجه الصوره سواء كان تحسين جودتها، سواء كان استخراج بيانات منها على حسب الهدف المحدد اللي انا عايزه من الصوره دي بالظبط. لكن احنا في الايام اللي احنا فيها دي بدانا نشوف تحديات كتيره جدا بتواجهنا، زي تحديات التغير المناخي، تحديات الامن الغذائي، تحديات الثروه السمكيه. فكان في سباق الفضاء لازم يكون عندنا حاجه بتساعدنا ان احنا ناخد اكشن سريع، بتساعدنا ان احنا بتحمينا، بتساعدنا ان احنا نجمع معلومات بشكل اسرع. فكان الهدف ان انا عايز فوق اخلي القمر الصناعي بتاعي يصور الصوره وهو بيلف حوالين الارض، وبعد ما بيصور الصوره بيستخدم خلينا نقول برمجيات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل الصوره ويطلع الهدف اللي انا عايزه منها. انا بقى هنا عايز اقف عندك، برمجيات الذكاء الاصطناعي ازاي هتقدر انها تحدد ان القطعه دي من البحر فيها سمك ولا لا، ان القطعه دي من البحر فيها غاز او بترول ولا لا، ان القطعه دي صالحه للزراعه ولا لا؟ مش هو ده المشروع بتاع حضرتك؟ بالظبط، اضافه الى برضو ان احنا بنحل مشكله بتواجه الاعمار بتاعه الاستشاره عن بعد، بنسميها الكلاود ايمجز او الصور المليئه بالسحاب. فالبرمجات بتاعه الذكاء الاصطناعي دي احنا في الاول بنبرمجها وبيتم تدريبها على صور مشابهه للصور اللي احنا عايزين نطلعها، بعد كده بندي للقمر الصناعي بعد عمليه التدريب ما نسميه بالابيليتي تو ديسيجن ميكنج، هو يقدر القدره على صنع قرار بالظبط. هو بعد ما اتدرب على ان كل ما يشوف صوره فيها شكل ارض زراعيه يقدر يقول لي الارض الزراعيه دي فيها ميه بنسبه كذا، فيها مباني بنسبه كذا، فيها مساحه خضراء بنسبه كذا، او يشوف مثلا المسطحات المائيه يقول لي نسب المد والجزر بشكل الفلاني، او يشوف مثلا البحار ويقول لي هنا في نسبه ثروه سمكيه بالشكل الفلاني، او هنا في مثلا عمليه صيد جائر حصلت. برضو عندنا جزء خاص بمراقبه الحركات النقل البحري برضو بيتم تطبيقه، وزي ما قلت حضراتكم ان هو من فوق بعد عمليه التقاطر الصوره يبدا مثلا يشوف الصوره يقول لي والله خلي بالك بشكل سريع عند المنطقة الفلانية فيها مثلا مد بشكل كذا. طيب يا باشمهندس، عشان يمكن استخداماتها كتير لو قعدنا نعدها هتبقى كتيرة قوي، فباختصار هي فكرة انه اللي كان بيحصل قبل كده انه الأقمار الصناعية كانت طبعا بتبعت الصور دي، بيتم إرسال الصور دي من غير أي تحليل لهذه الصور عن أو إيه المختلف عن طبيعة المكان اللي تم إرسال منه الصورة. دلوقتي يمكن هذا المشروع أو هذه الفكرة أنه بيتم تحليل أو بيتم إرسال تحليل هذه الصورة أو إيه المتغير في هذه المنطقة المرسلة طبعا إلى بقى أي كان الجانب المرسل إليه هذه الصورة. مظبوط كده يا باشمهندس؟ طيب، وإحنا بنتكلم بقى على هذا المشروع تحديدا، أنتوا عملتوا إيه كطلاب مع بعض؟ مشروع التخرج عبارة عن إيه؟
احنا كطلاب عدينا بمراحل كبيره منها المرحله الاولى ان احنا ترشحنا من طريق الجامعه للتدريب في وكاله الفضاء المصريه بتعمل برنامج سنوي اسمه قمر الجامعات عن طريق برنامج قمر الجامعات. بعد ما اجتزنا اختبارات القبول هناك في البرنامج خدنا زي تدريب مكثف على تكنولوجيا الأقمار الصناعية ثم بعد ذلك رشحنا إلى التدريب جزء التدريب العملي اللي كان في النهاية بيتم بناء عليه تصفية الفرق إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة تنفيذ مشروع التخرج مع وكالة الفضاء المصرية. احنا الحمد لله تأهلنا وقتها للمرحلة النهائية في تنفيذ مشروع التخرج مع وكالة الفضاء المصرية بالإضافة إلى أن تم تمويل المشروع من قبل أكاديمية البحث العلمي. الأجزاء اللي احنا تم يعني تصميمها زي ما قلت حضرتك أن احنا جزء البرمجيات احنا اللي بنيناه اعتمادا على خلينا نقول الرسائل البحثية أو الأوراق البحثية اللي خرجت من وكالة الفضاء الأوروبية سنة 2020 اللي استخدموها في تصنيع قمر صناعي باسم فاي سات 1. القمر الصناعي الفاي سات 1 ده بيؤدي نفس الغرض، فيعتبر إن احنا بنستخدم نفس أو ماشيين على نفس المنهج ونفس الطريق في إن احنا نعمل النموذج الخاص بينا. إيه عرفت برضو المشروع اللي اتنفذ من وكالة الفضاء الأوروبية باسم PHI SAT-1 صح كده؟ انتوا عملتوا ايه بقى كطلاب مصريين؟ هل استفدتوا من هذه التقنيه؟ هل طورتوها؟ او خليني ابقى دقيق اكتر، انت مشروع تخرجك اعتمد ازاي على هذا التطبيق؟ يعني نقلته ازاي او استوحيت منه الموضوع ازاي؟ احنا استوحينا الموضوع دوت عن طريق ان احنا استخدمنا زي ما قلت لك الاوراق البحثيه بتاعتهم، فهمنا خلينا نقول الخوارزميات اللي هم بنوا عليها المشروع، فهمنا البرمجيات اللي هم بنوا عليها المشروع، طريقة التصوير والصور المستخدمة وطريقة تدريب الصور، أنواع الأنظمة المدمجة اللي هم استخدموها، وقدرنا إن احنا نطبق دوت. ويعني احنا لحد دلوقتي معانا نموذج أولي بيساعد ان هو يحقق الهدف المراد. وناقص لك قد ايه علشان توصل؟ ده بروتوتايب. ناقص لنا قد ايه؟ فده بيعتمد على ان احنا تقنيات الذكاء الصناعي. نعم، تقنيات الذكاء الاصطناعي. مش بس كده، لكن برضو احنا زي ما قلت لحضرتك انا معايا نموذج اولي مبني على نظام مدمج بسيط جدا، مايكرو بروسيسور بسيط جدا، ففي حاجات بنسميها السبيس ابروفد او القابله لان هي تبقى موجوده فوق في القمر الصناعي. اللي ناقص ان احنا نبدا نتعامل على حاجات من هذا القبيل. طيب باشمهندس، برضو ده هيخليني اخدك اروح يعني معاك لنقطه ثانيه، فكره التعاون بينك وبين بينكم وبين وكاله الفضاء المصريه. وفي نفس الكلام برضو في نفس السياق، انه اعتقد انه بما انها فكره مشروع اصلا من وكاله الفضاء الاوروبيه، فاعتقد كمان لازم يكون في تواصل معاهم. مظبوط؟ من ناحيه ان دي فكرتهم، لو هنطبق هذه الفكره اعتقد انه لازم يكون في تواصل معاهم. انا فاهم حضرتك، لكن هي كانت اوراق بحثيه منشوره للعلن، بس الفكره طبقت. بالظبط، الفكره طبقت عندهم. بالزبط. احنا كل هدفنا ان احنا ناخد الفكره دي ونطبقها عندنا في مصر. نقدر نعمل ده بقى؟ يعني دي دوب ان احنا نقدر ناخد الفكره دي ونطبقها عندنا. نقدر نعمل ده. احنا بالفعل نقدر نعمل ده، لان احنا هدفنا زي ما قلت حضراتكم قبل ما نطلع، ان احنا هدفنا ان احنا عايزين نبقى موجودين في سباق الفضاء. عايزين نثبت مكانتنا. طيب بالنسبه للتعاون مع وكاله الفضاء المصريه، تمام، التعاون بينكم شكله ايه؟ التعاون بيننا ان احنا وكاله الفضاء المصريه وفرت لنا التدريب، وفرت لنا الاشراف، وفرت لنا المواد المستخدمه سواء كانت برمجيات او سواء كانت هاردويرز، وفرت لنا برضو يعني وسائل التنقل، الاماكن بتاعه التدريب هناك في الوكاله. كل اللي انتم محتاجينه عشان تقدروا تطبقوا. لوجيستكس. بالظبط، لوجيستكس. طب وبناء عليه انت شايف نيكست، الخطوه المقبله ايه من وجهه نظرك؟ الخطوه المقبله من وجهه نظري يعني انا طموح وعندي طموح جميل جدا في الموضوع دوت،
لان وكاله الفضاء المصريه هنا بتوفر حاجه اسمها حاضنه الاعمال لوكاله الفضاء المصريه. دي بتاخد الافكار الابتكاريه او الافكار الناشئه اللي تقدر تشتغل عليها عشان تعمل بها شركات ناشئه بعد كده في مجال الفضاء. فاحنا طموحنا ان شاء الله عن طريق حاضنه الاعمال نبدا ندخل هناك ونشتغل ويبقى عندنا شركه ناشئه مصريه بتعمل في انتاج برمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصه بالاقمار الصناعيه. طبعا يا باشمهندس احنا فخورين بيه جدا وبنتمنى لك كل التوفيق انت وزملائك في هذا المشروع، ويعني سعداء انه يكون في عندنا شباب بتفكر كده في مشروعات مختلفه وخاصه في مجال الفضاء، يعني احنا محتاجين ان احنا نكون بنسابق الوقت فيه كمان. بشكرك جزيل الشكر طبعا المهندس علي عبد العال مهندس اتصالات وحاسبات والمسؤول عن الفريق البحثي، بشكرك جزيل. شكرا. على هلا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا لمياء حمدي، تفضلي يا لمياء. شكرا لك مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا امام المحاكم في ذات السنة التي اقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. وخلال اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعالية مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وخلال الجلسة الثانية ألقى وزير الزراعة واستزراع الأراضي السيد القصير كلمة مصر، وأكد خلالها أن هذا المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المتشابكة والمعقدة. وقال القصير إن الأزمات العالمية والتغيرات المناخية تؤثر على قدرة الدول الإفريقية على الوفاء بالتزاماتها، وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا شديد الخصوصية لمصر التي تسعى لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في ندرة مائية. قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري إن 3 أشهر من الصراع في السودان جعلت البلاد في وضع تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية. وأوضح المنظري أن 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية، مضيفا أن أكثر من 67% من مستشفيات السودان خرجت من الخدمة، في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف، وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم الروسي على العاصمة هو السادس هذا الشهر باستخدام طائرات مسيرة من دون طيار، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن جميع الأهداف الجوية وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي لدى اقترابها من العاصمة. قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف أن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد. وأقر وزير الدفاع بأن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقع بسبب نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، واصفا الاشتباكات مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا بالصعبة. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نوفمبر المقبل. وأضاف نتنياهو في تصريحات له بعد ساعات من إقرار الكنيسة لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا أن المحاكم ستبقى مستقلة، مؤكدا ضرورة بقاء الجيش بعيدا عن أي خلاف سياسي، وأكد أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية. أفاد المتحدث الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس العميد معز تريعة بأن جهود إطفاء الحرائق في منطقة عين الصبح التابعة لمدينة طبرقة في ولاية جندوبة تعثرت نتيجة لعامل الرياح الذي يزيد من انتشار النيران، وتحاول السلطات إجلاء 2500 شخص على الأقل من طبرقة، لكن الحرائق أغلقت الطرق وعرقلت جهود الإنقاذ.
أعلنت الداخلية الجزائرية أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34، بينهم 10 جنود، في ظل موجة حارة تشهدها منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وأوضحت الداخلية الجزائرية أن نحو 8000 من أفراد فرق الإنقاذ أو الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق، مشيرة إلى أنها أجلت نحو 1500 شخص من منازلهم حتى الآن. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد. الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأت إجراءاتها التنفيذية علشان تفعل وحدة جديدة. الوحدة دي اسمها إيه؟ اسمها وحدة اليقظة الدوائية. الوحدة دي تعتبر أداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، تم تفعيلها داخل مستشفيات المحافظات اللي بتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي الإسماعيلية وبورسعيد ومحافظة الأقصر. صحيح مصطفى، الحقيقة أنه هذه الوحدة بتستهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن وحدة اليقظة الدوائية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا بيك، صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. أستاذ جمال وأستاذ مصطفى، أهلا أهلا يا دكتور. هي دي حضرتك هي وحدة جديدة لكن في نظام ليس جديد. كلمة اليقظة الدوائية هو التنبؤ أو اليقظة لاحتمالية أي مشاكل أو أثار جانبية ترصد عن الأدوية. لما بيطلع سيادتك أي دواء جديد أو أي دواء يستخدم، وبرضو يمكن أنا بعد شوية هقول لكم حاجة مهمة جدا في هذا الاتجاه، الأدوية دي بتستخدم طبعا على مستوى المرضى ومستوى البلد، وبتوصف عن طريق الأطباء للمرضى. احتمال كبير جدا كل الدواء، يمكن بسيادتكم لو شفتوا أي علبة دواء هتلاقوا جواها نشرة عن الأثار الجانبية المحتملة، ودي بعض خطوط استرشادية للمرضى وللسادة الأطباء. في بعض الأحيان يرصد مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله، بعض الأثار الجانبية التي لم تكن موصوفة أو معروفة من هذا الدواء. في هذه الحالة بتبلغ الجهات المسؤولة عشان تتابع هذا الموقف، ويمكن معرفش حاجة يعني أكيد ده رصد قبل كده. في أدوية ساعات بتتسحب أو تتوقف لغاية ما يثبت إن ملهاش أثار جانبية غير الأثار الجانبية المعروفة عليك. فكلمة يقظة دوائية هو إن الواحد بيبقى متنبه، واي واحد فينا بيوصف دواء ولقى اثار جانبيه غير معروفه بيبلغ على طول الجهات المسؤوله. دي قصه موجوده دايما في المستشفيات وفي الجامعات وفي المؤسسات، لكن يمكن الوحده دي وحده جديده في هيئه التامين الصحي الشامل الجديده. لكن احنا كمان على هذا التوازي، على التوازي يعني مثلا الاسبوع اللي فات احنا عملنا اجتماع عشان نعلن الخطوط الاسترشادية لاستخدام المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي، بحيث أن كل مرض من أمراض الجهاز التنفسي سواء بيعالج في المنزل أو بيعالج في المستشفيات أو في الرعايات المركزة أو المرضى اللي محطوطين على أجهزة التنفس الصناعي، بنقول الأطباء الزملاء إيه الأدوية المستخدمة أو التي يمكن أن تستخدم في كل حالة من هذه الحالات. فهي دي قصة مهمة جدا لضمان سلامة المريض، الاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة، الحد بقدر المستطاع من أي احتمالية وجود أثار جانبية. صحيح. دكتور، إزاي بيتم رصد وتحليل الأثار العكسية لكل دواء؟ يعني بالتأكيد هناك وحدات بقى بناء على هذه الوحدة في كل المستشفيات بتحلل الاستخدامات الخاطئة، بتشوف الدواء ده رايح فين، بتشوف الشكاوى عاملة ازاي. عملنا المنظومة دي ازاي يا فندم؟ دي منظومة قديمة جدا، ويمكن اللي حضرتك بيعلن ده تحديث او تأكيد.
ويمكن الاستفاده من بعض الاوبئه اللي كانت موجوده زي وباء الكورونا، يمكن لاول مره سيادتك كنت يتسمع كتير قوي على كلمه بروتوكول، وتم تحديث بروتوكول ده بيبنى على اساس تجارب علميه واكلينيكيه. وعايز اقول لحضرتك ان اي دواء في الدنيا عشان يطلع ويبقى دواء ويتحط في ابوات ويتداول مر بتجارب كثيره جدا، تجارب معمليه، تجارب حيوانيه على بعض حيوانات التجارب، ثم تجارب اكلينيكيه بشريه، لغايه ما توصل الى ما هو تاثيرات هذه الدواء الايجابيه وده المطلوب، ما هو احتماليه اثار جانبيه وده ايضا لازم يرصد، ثم ما هي الحالات اللي مش ممكن نستخدم فيها هذا الدواء او اللي يجب ان يتجنب فيها استخدام هذا الدواء. ورغم كل هذا في يعني تقارير دوريه لتؤكد هل هناك اثار جانبيه كثيره او جديده في هذا الاتجاه. يعني مثلا حضرتك في ادويه قد تؤثر على الكبد، في ادويه قد تؤثر على الكلى، في ادويه ما ياخدهاش المريض اللي عنده ضغط دم، في ادويه ما ياخدهاش المريض اللي عنده سكر، وهكذا. من الذي يحدد هذا؟ كل ده نتج زي ما قلت لسيادتك عن هذه السلسله من الاجراءات حتى يصل الدواء. يعني في المتوسط سيادتك الدواء ممكن يقعد ما بين 10 و20 سنه حتى يصل الى دواء يستخدم للبشر، ورغم كل هذا قد يتسحب الدواء او يتوقف او يتعمل نوع من الريستريكشنز الشديده جدا في استخدام، ودي حاجات قديمه جدا وما زالت مستمره. صحيح يا دكتور، ولكن على سبيل المثال يعني طبعا هو مش دواء، ولكن خلينا نقول انه حاله مشابهه شويه، بنسمع دلوقتي مؤخرا عن نوع خلينا نقول من المحليات الاسبرتام، انه تم الحديث دلوقتي على انه من مسببات مثلا السرطان، بعد سنين كتير جدا كان بيستخدم في التحليه في منتجات كتير جدا. ولكن حق تماما يا استاذه جمانه، بس عايز اقول لحضرتك قصه الدواء، قصه المحلى الصناعي ده ليست جديده. صحيح. كل شويه تطلع وترجع تهبط تاني. صحيح. انما طالما، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، طالما بدا يبقى في راو وبدا في كلام على هذا الاتجاه، يبقى اذا الاحتماليه قد تكون موجوده. بكل انما تأكيد. الكلام ده مش جديد، كلام صحيح. موجود ان كل شويه حد يعمل تجارب يقول لك في احتماليه ان ده، وطبعا يعني مش بس الدواء ده، مش بس المحلى ده. صحيح. يمكن ده مثال يا فندم لسؤال، في انواع من الاغذيه لو اتاخدت ممكن تعمل كذا، بالزبط. في ادويه، في اغذيه ممكن تعمل سرطان في المعده، وهكذا. بكل تاكيد. طيب يمكن سؤالي لحضرتك يا فندم هو انه ده يتطلب انه دايما يكون في ابحاث طول الوقت على ادويه مختلفه. احنا عندنا ادويه كتيره جدا جدا زي ما حضرتك ذكرت، يمكن ده ممكن يحتاج 20 سنه حتى نكتشف مثلا واحد من الاثار السلبيه او حاجه جديده ما كناش عارفينها، بما انه بيؤثر كمان يمكن على المدى الطويل، الادويه مش بتؤثر في وقتها. فده سؤالي لحضرتك، على طول في يا فندم ابحاث مستمره على ادويه ايه اللي بيحصل؟ وبعدين سيادتك في تواصل دايما بين المؤسسات التعليميه والعلاجيه، وطبعا احنا في الجامعات المصريه في كليات الطب في مختلف التخصصات بنرصد هذه الادويه، بنعمل يعني سيادتك المؤتمرات العلميه الطبيه اللي بتتعمل عده مرات في السنه في كل تخصص بترصد هذه النقاط. وزمايلنا يطلع استاذ او طبيب يقول انا والله لما استخدمت الدواء الفلاني لقيت كذا، ده بيرصد ويتعمل بيه بحث وتبلغ بيه هيئه الدواء او الـ في طبعا زي هيئه اليقظه الدوائيه، ودي موجوده في هيئه الدواء المصريه، وبالاضافه للوحدات الجديده اللي بتضاف، فهي نقاط مهمه جدا. وعلى فكره احنا ساعات بنكتسب المعلومه من المريض، يعني ساعات حضرتك انا اكتب دواء للمريض ودواء معروف ومسجل، لكن يقول للمريض، ودي على فكره مش قليله، أنا والله لما خدت الدواء الفلاني حصل لي كذا. ليس بالضرورة يكون ده مكتوب. صحيح. لكن أنا لما يجي مريض ويقول لي أنا لاحظت إن الدواء ده عمل آثار جانبية، فالحس الإكلينيكي بتاعنا يتماشى ويتوازى مع خبرة المريض اللي واخد الدواء فعلا. وخصوصا بقى لو تكررت من أكثر من واحد، لما يجي اثنين مرضى خدوا نفس الدواء
وقالوا نفس الاثار الجانبيه على الفور، بنبلغ الشركه المنتجه للدواء وهيئه الدواء المصريه المسؤوله عن هذا التتبع المرضي والتتبع الدوائي. يعني افهم من حضرتك ان هذه الوحده ستكون يعني وسيط ما بين هيئه الدواء المصريه من جانب وما بين المستشفيات العامله في منظومه التامين الصحي من جانب اخر. بالظبط، فهم عنده مستشفيات بيعالج المرضى، في اطباء موجودين في مختلف التخصصات. اذا رصد الاطباء المعالجون او الصيدله الاكلينيكيه ان لوحظ ان في اي اثار جانبيه بتنتج من هذا الدواء، على طول بتبلغ هذه اليقظه الدوائيه اللي هي بتبلغ فورا هيئه الدواء المصريه. مش كده وبس، ده احنا ساعات بنكتشف وانت بتدي العلاج ان الدواء ده قد يكون له اثار ايجابيه في حاجه ثانيه. صحيح. يعني اكتشاف اخر لتاثير ايجابي لهذا الدواء. وحصلت كتير، حصلت كتير دي مع ادوات كتير. ما تقدرش تثبت هذا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ مصطفى الا بتجارب اكلينيكيه سريريه. الموضوع مهم جدا، انت بتتكلم حضرتك على عقارات ادويه وعلى حياه مرضى وعلى اثار جانبيه وعلى تاثير على المنظومه الصحيه سواء على صحه المريض او اقتصاديات الدواء. بكل تاكيد يا دكتور. دكتور، يمكن حضرتك في بدايه المكالمه ذكرت انه هتقول لنا حاجه مهمه جدا. كنت اقول لك الحاجه المهمه جدا ان احنا بنعمل وده توجه قومي ارشادات طبيه مصريه في مختلف التخصصات اللي هي بيسموها جايد لاينز، اللي هي الخطوط الاسترشاديه لعلاج الامراض. يعني انا تخصصي الجهاز التنفسي، عملنا التهابات الجهاز التنفسي، وزي ما قلت لحضرتك الالتهاب ده ممكن يجي في الشعب الهوائيه، ده ليه علاج. صحيح. في الرئه نفسيها ليه علاج، لو كان المريض في البيت بيبقى دواء معين، لو في المستشفى وهكذا. عندنا مثلا مرض الحساسيه الصدر اللي هو الربو الشعبي، في استرشادات دوائيه. في السد الرئويه او الانسداد الشعبي الهوائي المزمن وهكذا. زمايلنا في الكلى المسالك البوليه ليهم استرشادات. الجهاز الهضمي ليهم استرشادات. في هذه الحاله لما تطبق هذه الارشادات او الجايد لاينز المصريه، وكل العالم عامل كده، كل العالم في حاجات عالميه وفي حاجات لكل دوله، بتعمل نوع من الامان والضمان والتاثير السلبي القليل وايضا الانعكاس الاقتصادي سواء على المريض او على الدوله. طبعا دي نقطه مهمه جدا يا فندم. جدا يا فندم. وطبعا احنا بنتوافق دايما بالخبرات المصريه مع العالميه في وضع هذه البرامج. يعني اليقظه الدوائيه بقت حاجه عالميه دلوقتي. صحيح. الخطوط الاسترشاديه بقت حاجه عالميه، بنحضرها في المؤتمرات العالميه والمؤتمرات المحليه وهكذا حضرتك. وعلى هذا الاساس يعني بيتم التنسيق دوليا مع كمان كبريات الشركات الدواء في العالم او المنظمات الدوائيه زي منظمه الدواء الامريكيه والاوروبيه وخلافه من اجل امدادنا يعني بالمعلومات. بالظبط، يعني انت عندك الاف دي اي دي اشهر واحده في العالم. عندك في اوروبا في ايميا. مصر عملت هيئه الدواء المصريه جزء من شغلها الاساسي هو دراسه الدواء التاثيرات الايجابيه. واضح ان في عطله في التليفون. يبدو اننا فقدنا الاتصال. بالظبط كده. طبعا بنشكر دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، بنشكره طبعا عن كل هذه التفاصيل عن هذه الوحده المستحدثه، وحده اليقظه الدوائيه. اعتقد هي مهمه جدا بالفعل، وفكره كمان وجود جايد لاين زي ما كان الدكتور بيتكلم او حتى خطه استرشاديه للادويه المستخدمه في كل مرض على حده، دي مهمه جدا يا مصطفى، لانه احيانا للاسف بنلاقي في ناس اصلا بتجتهد، يعني مش دكاتره طبعا، مش بتكلم على جانب الاطباء تماما، لكن بتكلم على جانب الاجتهاد الشخصي. أيوة. خاصه ان احنا عندنا جانب كبير جدا او ادويه كتير جدا حتى من المضادات الحيويه موجوده في الصيدليات يا مصطفى، زي ما بيطلق عليها الاو تي سي او اللي بتبقى موجوده، انه يعني الشخص يقدر ان هو يشتريها من غير ما تبقى مكتوبه في روشته الطبيب. بالظبط. يمكن يعني حتى بره المضاد الحيوي لازم يكون بالظبط موصوف في المضاد الحيوي بس، ده كل الادويه. بالظبط بالظبط. فهي نقطه مهمه جدا يعني بكل تاكيد. انا معاكي جدا في الكلام. على اي حال نروح لموضوع ثاني وهو الاكاديميه الوطنيه للتدريب
اللي بدأت امبارح أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات. البرنامج ده هيستمر لمدة 3 أيام. صحيح، بيشارك فيه لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، ده بالإضافة لأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية. خلينا نتابع كل التفاصيل في هذا التقرير. في ضوء اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل المرأة المصرية وإعدادها، بدأت الأكاديمية في إجراء المقابلات الشخصية لاختيار الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود تنفيذياً، واللي بتستمر المقابلات دي لمدة 3 أيام لأكثر من 360 متقدمة، وبيشارك في لجان الاختيار عدد من الوزراء والخبراء بالإضافة لمجلس أمناء الأكاديمية. هو البرنامج بيندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، ودي أحدث مدرسة القيادة اللي أطلقتها الأكاديمية سنة 2023، وبصفة أصيلة بتستهدف المرأة المصرية سواء داخل مصر أو خارج مصر، لأن في برنامج المصريات في الخارج وده اتخرج منه دفعتين، والحقيقة الدفعتين موجودين في زيارة لمصر خلال الأسبوع ده. وتحت المدرسة في برنامج المرأة في المحل تقود في المحليات، وده برنامج على قدر من الأهمية بالنسبة لنا، لأن يعني مش عايزة أكون متحيزة، بس دايما المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير وخاصة في المحليات. مهم إن المرأة تحس إن إحنا بندعمها، بس إحنا بندعمها عشان نأهلها عشان نقدر نمكنها. لو هي مش هتمشي الخطوة بتاعت إنها تقدم عشان تتأهل عشان تحارب عشان توصل عشان تقدر إن هي تثقل مهاراتها، هيبقى صعب إن هي تتمكن. هيتم تمكينها ولكن مش هيكون لها فاعلية في المنصب اللي هي فيه. يمكن كمان أهمية هذا البرنامج النهاردة في إن إحنا بنتكلم على زيادة عدد التنفيذيات الموجودة على الأرض اللي بتنفذ مشروعاتنا القومية، مش هنشوف هذا التأثير السنة دي. المتقدمات للبرنامج التدريبي الجديد، التنفيذيات اللي بتقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى عالي جدا من التخصص في المجالات المختلفة، وده بيدي الفرصة لاختيار أحسن العناصر علشان يحصلوا على شهادة التنفيذيات للدورة اللي بتقدمها الأكاديمية الخاصة بالتدريب في مجال التدريب للمرأة العاملة. برنامج متميز جدا، لأنه الهدف الأساسي منه أنه هو يعد المرأة يعني أنها تتولى مناصب قيادية، لأن هي تبقى عندها قدرة على أن هي تبقى متمكنة في المكان العمل بتاعها، أن يبقى عندها قدرة على أنها تطور من القدرات بتاعتها، أن يبقى عندها القدرة أيضا على أن هي تقاوم الثقافة الذكورية والثقافة الأبوية اللي منتشرة في كثير من المؤسسات، لأنه المجتمع بتاعنا فيه ثقافة أبوية جامدة جدا وفي ثقافة ذكورية، فاللي بيحصل أن احنا بننقلها داخل المؤسسات أحيانا، فإحنا نفسنا يبقى فيه إدارة قائمة على المساواة، المرأة تاخد حقوقها مش في أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في تولي مناصب القيادة. أنا اشتركت في عدد من الانترفيوز والاختبارات، كانت كويسة جدا الحقيقة، البروسيس ممتاز، الأسئلة اللي متحضرة، الطريقة اللي بيتم بيها الإيفالويشن أو إن احنا بنبص على الكاركتر بتاع الناس المتقدمة، الستات اللي متقدمة والفتيات اللي متقدمين، كله كان كويس قوي الحقيقة. التحضير كان كويس، تحضير لنا يعني فهمنا احنا عايزين نختار ايه، وعلى هذا الاساس بقينا نوضب الاسئلة عشان عنا احنا عايزين ايه في المتقدم. في الأكاديمية الوطنية للتدريب فيها أفضل برنامج لإعداد القادة في مصر أو ما كانش في العالم العربي، وكمان ان هو المرأة تقود تنفيذيات تحديدا برعاية السيد الرئيس. طبعا احنا بنشكره ان هو وفر لنا برنامج زي ده لدعم المرأة في مصر.
انا تقدمت للبرنامج عشان عايزه ازيد خبرتي في الحياه السياسيه وفي الحياه العلميه في نفس الوقت او العمليه. كمهندسه في قطاع البترول حابه اشوف مصر من حته اعلى شويه، ازاي الوزارات بتتصرف، ازاي الوزارات بتدريبات المختلفه بالنسبه لها، ايه الفيجن بتاعت مصر من فيجن الوزارات المختلفه. فده اكيد هيفيدني وهيعود عليا في شغلي كمهندسه في قطاع البترول، وفي نفس الوقت هقدر افيد ان شاء الله بالخبره العلميه الاوريدي اللي معايا. الاكاديمي هنا مختلفه متطوره جدا، حاصله على دعم الدوله الكامل، فده مش هلاقيه في اي اكاديمي ثانيه ولا اي كورس عادي بره. هيفتح لي فرص وافاق يمكن انا ما اقدرش يعني اوصل لها بالريتم العادي او بالتدريبات العاديه، فهي فرصه هايله لاي بنت عايزه تعمل حاجه في حياتها ايجابيه، توصل لحاجه تبقى مستقبل، جزء من مستقبل البلد ده، تبقى في منصب قيادي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنوا. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لواحدة من المبادرات اللي أعتقد أنها في منتهى الأهمية. هذه المبادرة أطلقها الأستاذ أحمد علي فتحي اللي اتولد بضعف البصر، لكن الحقيقة يمكن عاش بالبصيرة وبصيرة وقلب كبير جدا اتسع لكل اللي حواليه، عشان كده قرر أنه يعلم طلبة الجامعات والخريجين وأخصائيين التربية الخاصة إزاي يتعاملوا مع الأطفال فاقدي البصر وتدريبهم على القراءة والكتابة بطريقة برايل. في الحقيقة طريقة برايل مش منتشرة جدا في مصر بما يكفي، وكلنا عارفين ان يعني حتى لو منتشرة ما شفناش لها مقابل زي ما بنشوفه في دول تانية. بنشوف إرشادات على علبة الدواء، بنشوف إرشادات في المواصلات العامة، في بعض الحتت بالفعل مطبق الكلام ده، ولكن ناس كتير جدا من فاقدي البصر في الحقيقة مظلومين في القصة دي. علشان نقدر نعمل ده كويس وعلشان يبقى عندنا طريقة برايل موجودة بشكل أكبر في مجتمعنا، موجودة على الشوكولاتة، على الدواء، على علبة المش عارف إيه، على علب حتى الأكل اللي بتتباع في السوبر ماركت، خلينا نتعرف على المبادرة دي من الأستاذ أحمد علي فتحي صاحب هذه المبادرة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، منورنا في صباح الخير. اهلا بحضرتك وشكرا جدا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه دوت، وشرف كبير ليا. واهلا بحضرتك كمان. طبعا اقل من حقك يا فندم، بس خلينا في البدايه نعرف منك سبب فكره ان انت تحاول تعمم يمكن طريقه برايل او القراءه بطريقه برايل، فكره ان انت توصلها وتعممها بشكل كبير، حسيت ان انت وانت بتبتدي تعمل ده ان ايه هتبقى صعبه، ولا يمكن اللي حواليك هيتقبلوا او المجتمع كمان هيتقبل فكره ان هو يتعلم حاجه جديده بالنسبه لهم؟ طيب الاول انا احب اعرفك بنفسي. مع حضرتك احمد علي، خريج مدرسه النور للمكفوفين محافظه المنيا. اول حاجه انا اتعلمت طريقه برايل داخل مدرسه النور للمكفوفين. تمام. فانا حبيت ان انا اعلم باقي الطلبه في باقي المحافظات. اولا طريقه برايل هو اللي اكتشفها العالم لويس برايل اللي هو كان عنده 16 سنه وجاله فقدان بصر، فابتدى من بعد ما جاله فقدان البصر هو عاوز يتعلم ويقرا ويكتب زي باقي الاطفال، فمن وقتها اكتشف طريقه برايل. فطبعا احنا عارفين كلنا ان الاطفال اللي بتدخل مدرسه النور للمكفوفين اول حاجه ان هم يتعلموا طريقه برايل، ثاني حاجه ان هم يمشوا بالمنهج العادي. تمام. طيب طريقه برايل بتاخد من 3 ل6 شهور في تعليمها بالنسبه للطفل الكفيف. طيب المدرس دلوقتي اللي هو مطلوب منه حاجتين، يا اما يعلم طريقه برايل يا اما يمشي في المنهج مع الاطفال. فانا حبيت ان انا اعمل مبادره ان انا اعلم اخصائيين وطلاب الجامعات والخريجين طريقه برايل علشان يقدروا يساعدوا الاطفال دولت ان هم يتعلموها. فانا ابتديت ان انا اعمل مبادره، فطبعا انا بشتغل حسب الامكانيات اللي هي متاحه الي. فطبعا انا الحمد لله في المنيا
اللي هي المحافظه بتاعتي. الحمد لله انا خريج السنه دي دبلوم مهني تربيه خاصه، كان معايا حوالي 150 طالب في الدبلومه. الحمد لله الفضل لله قدرت ان انا اعلم الطلبه كلهم اللي معايا في الدبلوم المهني التربيه الخاصه طريقه برايل اوبيو. كان عددهم قد ايه؟ 150. حوالي 150 طالب ما شاء الله. فالحمد لله السنه دي قدرت ان انا اعلم الطلبه كلهم، والحمد لله كنا بننزل تربيه عملي في المدرسه، فالحمد لله الطلبه كانت بتقعد طلبه الدبلومه كانت بتقعد مع الطلبه ويبتدي يعلموهم اللي هم اتعلموه مني. تمام. واضح ان المبادره مبادره شخصيه، هل نقدر نقول ان يمكن ان انت عمل لها مثلا شكل تنفيذي او شكل اكبر ان ممكن يتم تعميمها بعد كده في باقي المحافظات؟ طيب، هل عندك حضرتك حاجه؟ اتفضل. انا عشان اقدر اعمم المبادره ديت لازم يكون في مساعده من مثلا من مؤسسات الدوله. تمام. يعني انا من خلال حضراتكم بتمنى من وزاره التعليم العالي ومن وزاره الثقافه ان هي مثلا توفر لي مثلا اقامات في الجامعات الثانيه، عشان انا معلش يعني الامكانيات ما تقدرش ان انا تخليني مثلا انزل القاهره وانزل اسكندريه وانزل جامعه بنها وانزل كل الجامعات ديت علشان اعلم بيها طريقه برايل. فانا ابتديت المبادره عن طريق الاونلاين، يعني دوت كفى يعني اكتر حاجه ان انا اقدر اعملها في امكانياتي ان انا اعملها طريقه برايل اونلاين. فدوت طبعا يعني بص بحضرتك مش بتبقى مثلا سهله عن الاوفلاين، يعني الاونلاين بتكون صعبه شويه بالنسبه مثلا ان انا هعلمها لطالب الجامعه او خريج الجامعه بتكون صعبه شويه، لكن الاوفلاين بيحس ان الطريقه سهله، بيحس ان هي الطريقه ممتعه. أيوة. بيحس ان هي فعلا انا اتعلمت حاجه جديده. الاهتمام بالتخاطب والتوحد موجود كتير في مصر، لكن الاهتمام بالاعاقه البصريه وطريقه برايل مش موجود كتير، ومش كتير من الاخصائيين بيعرفوا هي طريقه برايل ولا يعرفوا ازاي مثلا اعلم الطفل. يعني انا كان بيكلمني لما نزلت المبادره كان بيكلمني اخصائيين من اسيوط ومن باقي المحافظات، احنا بيجينا طلاب كتير داخل المركز بس احنا مش عارفين نتعلمها، مش عارفين ان احنا نفيد الطلبه دول. فاقل حاجه بالنسبه للطالب الكفيف، اقل حاجه من اللي انا اقدر اوفرها له ان انا اعلمه، وده حق علينا كلنا ان احنا نعلمهم ازاي يقروا ويكتبوا ويعتمدوا على نفسهم في الحياه عشان يقدروا يتموا مراحل التعليم. لان للاسف لو الطفل الكفيف دوت ما اتعلمش طريقه برايل للاسف مش هيقدر يكمل مراحل التعليم، وكده احنا يعني طلعنا جيل مثلا اللي هو خلاص دخل المدرسه، فالمدرسه مطلوب منه منهج ومطلوب منه يعلم برايل، واحنا زي ما قلت لحضرتك بتاخد من 3 شهور لسنة. وفي مثلا طالب مثلا بيكون في الصف مثلا الاول الاعدادي، فهو طالب عادي يعني كان في مدرسه عاديه فجاله فقدان بصر فدخل مدرسه النور مثلا على الصف الثاني الاعدادي، فدلوقتي هو مطلوب منه انه يتعلم برايل والمدرس مطلوب منه منهج، فما يقدرش المدرس ان ياخد مثلا سنه كامله في تعليم البرايل ويسيب المنهج خالص او العكس. فكده احنا بنعمل تشتت للطفل. اما بقى من المبادره اللي احنا طلعناها ان احنا مثلا الاخصائيين هيكونوا متعلمين طريقه برايل بالنسبه للطالب، ممكن الصبح مثلا يروح المدرسه عادي وبعد الظهر ياخد مع الاخصائي طريقه برايل. فانا اتمنى من خلال حضراتكم ومن خلال التلفزيون المصري ان وزاره التعليم العالي تقف معانا ويكون في مساعده منها ان هي تقدر تخلينا نعمم المبادره على مستوى الجامعات المصريه كلها. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ احمد، والحقيقه يعني مش بس وزاره حتى التعليم العالي، كل حد ممكن يقدر يشارك ان هذه التجربه تعمم وانه يكون نقدر نعلم اكبر قدر ممكن من فاقدي البصر طبعا القراءه عن طريق برايل، حتى يمكن يبقى عندنا كمان معلمين ومدرسين كتير يقدروا يساعدوا كمان الطلبه دي. من حقهم طبعا ان هم يتعلموا، من حقهم ان هم يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وان احنا نساهم، كل حد فينا عنده دور ان هو يساهم في ده. فاحنا يمكن دورنا دلوقتي ان احنا نوصل صوتك، وان شاء الله يكون صوتك وصل لكل الجهات المسؤوله او اي حد ممكن يساعد. بشكرك جزيل الشكر مره اخرى استاذ احمد علي فتحي صاحب مبادره تعليم المدرسين طريقه برايل. على أي حال العالم عالمي، المهرجان مازال مستمر، البداية قوية جدا زي ما شفنا، أنشطة في كل المجالات، بنتكلم في أنشطة
فنية، حفلات رياضية، مسابقات فاشون شو، عروض أزياء، بنتكلم في مسابقات للسيارات ومسابقات مائية. خلينا نروح دلوقتي لهناك نتعرف على الجديد. زميلنا رامي محمد موجود في العالمين، ربما حيرصد لنا أهم الفعاليات اللي هتحصل النهاردة وهتحصل في الأيام القادمة بعد ما شفنا هذا الافتتاحات أو هذه الافتتاحات المباركة. أهلا بك رامي. أهلا بك. اهلا بيك مصطفى، صباح الخير مصطفى، صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل متابعينا. واحنا بنتكلم عن فعاليات زي ما قلت فعلا متنوعه وحاله من التنوع اللي بتشهدها مدينه العالمين، سواء في الفعاليات او الاماكن اللي بيقام عليها الفعاليات، وكمان على مستوى الجمهور والحضور تنوع في فئات الحضور. لو اتكلمنا من يوم 13 يوليو الجاري انطلاق عدد من الفعاليات اللي بتقام على شواطئ وسواحل مدينه العالمين الجديده، لو بنتكلم عن تحدي الجيل الذهبي التيك بول، وكمان استعداد الشواطئ الخاصه بمدينه العالمين الجديده لانطلاق عدد من المنافسات والرياضات المختلفة خلال الأيام القادمة. لو بنتكلم عن رياضة الكرة الشاطئية هتكون لها منافسات عديدة على شواطئ مدينة العالمين، كمان بنتكلم عن رياضة البادل، كمان بنتكلم عن سباق ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي اللي هينطلق من مدينة العالمين، أيضا هيكون ما بين المياه وشواطئ مدينة العالمين. كمان وإحنا بنتكلم عن التنوع مش بس كمان على الشواطئ، مياه العالمين هتشهد العديد من التحديات والمنافسات والأنشطة، الجيت سكي وغيرها من التحديات. وكمان شاهد خلال الأيام الماضية عدد من العروض المائية لعدد من السفن في مدينة السواحل وأيضا شواطئ مدينة العالمين. لو اتكلمنا كمان عن التنوع في منطقة رينا العالمين اللي بتشهد عدد من الحفلات، انطلقت بأول حفلات النجوم للفنان تامر حسني، واستعداد خلال الأسبوع والأيام المقبلة لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد، الفنان أنس عجرم، الفنان راغب علامة، والعديد من الفعاليات في منطقة العالمين أرينا. كمان كان عندنا جولة في المدينة التراثية واللي يعني بتشهد حالة من الاستنفار لانطلاق عدد من المواقع بداخلها، سواء الإسكندرية القديمة، المدينة العتيقة الأشبه بالإسكندرية قديمة. كمان واحنا بنتكلم عن البحيرة الصناعية لأكثر من 2 كيلو، بنتكلم عن مساحة كبيرة جدا لأكثر من 260 فدان في مدينة تراثية تحديدا اللي بتشهد كمان حالة من الاستنفار الكبير. واحنا بنتكلم عن مدينة العالمين والتنوع الكبير اللي بتشهده هذه الفعاليات. كمان سماء العالمين خلال الأيام الماضية لم تخلو من الفعاليات والأنشطة بانطلاق العروض الخاصة بطائرات الار سي وأيضا أعلام مصر وأعلام دولة الإمارات وعدد من البلدان العربية. بنشوف حالة من الاستنفار، حالة من التجربة السياحية المتنوعة سواء فنية ثقافية موسيقية مختلفة في مدينة العالمين، جعلتها يعني عنصر جذب، جعلتها مقصد لكل المصريين وغير المصريين في تجربة سياحية. وده اللي خلى التنوع كمان مش بس في أماكن إقامة الفعاليات أو في الفعاليات نفسها سواء رياضية ثقافية موسيقية، لا كمان التنوع في الحضور ما بين مصريين وغير مصريين، وكمان مصريين مقيمين في الخارج التقييد بعدد كبير جدا منهم بالأمس، وانا موجود في الممشى الخاص بمدينه العالمين ومن امام الابراج، واتكلموا ان هم كان بيجوا دايركت من بلاد يعني اللي هم مقيمين فيها للعالمين عشان بشكل مباشر علشان يعني يقضوا اجازه الصيف فيها، وحاسين ان هي مش مختلفه عن البلدان سواء الغربيه او البلدان المتقدمه المختلفه او الاماكن السياحيه العالميه. فالعالمين بتشهد فعلا حالة من التوهج، حالة من الإبهار في الفعاليات وأيضا في المواقع والأماكن المختلفة اللي بتقام عليها الفعاليات، وكمان ده انعكس على الحضور والجمهور من كافة الفئات وأيضا سواء مصريين أو غير مصريين. ده المشهد وعودة إليكم. شكرا ليك يا رامي، وشكرا لكل الكرو بتاع القناة الأولى اللي ربما عمل شغل عظيم جدا خلال الأيام الماضية من نقل كل الفعاليات والحفلات والايفنتات الخاصه بمهرجان العالمين. مهرجان عظيم يا جمانه، قولي طبعا يعني انت رحت هناك اديني طيب. الحقيقه والله مصطفى الاجواء هناك بجد حلوه جدا. فعلا ممتعه جدا، سهل قوي ان انت تتبسط باقل التكاليف، الهواء والبحر ولون البحر. احنا شفنا دلوقتي زميلنا رامي لون البحر وراه الفيروز، الصوره ابلغ بقى من الكلام الحقيقه، وحسيت ان انا تعالى نبدل يا رامي تيجي نبدل مع بعض. لا حقيقي فعلا لازم تروحوا وتشوفوا قد ايه المدينه بقى شكلها يعني حقيقي مدينه عالميه. لازم تروحوا تشوفوا ايه اللي حصل هناك، ايه اللي مختلف هناك، ده غير بقى ان انتوا تروحوا تتاكدوا
وتبصوا كده على جمال مصر. صحيح. جمال البحر وجمال الرملة، والجو هناك مختلف تماما، طبعا حر ولكن مختلف، فانت في جو مختلف خالص، فروحوا هتتبسطوا، فعاليات كتير جدا، أنشطة كتير جدا، جو مختلف. احنا في الصيف يعني بنبقى محتاجين كده ان احنا دايما نشحن طاقتنا عشان نقدر ان احنا بقى ندخل ونشتغل، وفي وقت الاجازات ولادنا بيبقوا محتاجين الاجازات دي. حفلات لطيفة، في فعاليات تانية مختلفة اصلا كمان غير الحفلات على هامش المهرجان، فجربوا تروحوا صدقوني مش هتندموا، ده بالنسبة للعالمين. صحيح. لا انا خليني اقول لك كمان يعني في درسين مستفيدين في القصة دي، ان الدولة المصرية قدرت ان هي يعني ايه تحاول الفجوة الدولارية اللي كانت بتحصل في السياحة، ان ما عندنا شرم والغردقة ربما بيعتبروا مشتى اكتر ما هو مصيف، الى ان يبقى فيه عالمين ويبقى فيه فعلا مهرجان قوي هناك. وعندنا كمان ان الدوله المصريه دي تحول القبح الى جمال. 21 مليون لغم كانوا موجودين في هذه الارض، حد يصدق؟ طبعا حد يصدق من الحرب العالميه الثانيه ما كانش حد يعرف يخطو خطوه على هذه الارض، اللي كان بياخطو خطوه واحده على هذه الارض كان في الغام، وكنت احذر منطقه الغام. النهارده انت حولت هذا القبح الى جمال، عملت ابراج وعملت حياه سياحيه وعملت ممشى وخلقت بيئة محيطة تستفيد بها كل القرى اللي موجودة في الساحل الشمالي، وتستفيد بها كمان امتدادك لغاية السلوم. المحور كله اتعمر، يعني خلينا نقول إن المنطقة دي كلها اتعمرت. وعلى جانب آخر نتكلم عن السياحة الخارجية، بالمناسبة الحمد لله نسبة إشغال عالية بالمناسبة في العالمين الجديد، لكن أنا هتكلم على السياحة الداخلية مصطفى. أنا بالنسبة لي دي حاجة مهمة، لازم نكون رايحين عارفين بلدنا كويس قوي عشان نعرف نتكلم عنها، ونعرف إحنا ربنا مدينا إيه، ونبقى مقدرين كل اللي موجود عندنا في مصر. الحقيقة إنه لو فكرنا كده في السنين اللي فاتت قبل عالمية مصطفى، بالفعل كان في قرى موجودة، قرى طبعا خلينا نقول قرى سياحية موجودة في هذه المنطقة، والمنطقة قرى كتير جدا، لكن عشان تقدر تستفيد منها كان لازم تكون يا مالك يا مستأجر، يعني ما كان صعب جدا ان انت تستفيد اصلا من هذه المنطقه. صحيح. دلوقتي لو حضرتك في الاسكندريه على سبيل المثال او في القاهره، تقدر تروح تتبسط يوم وترجع، لا محتاج ان انت تبقى مستأجر ولا محتاج ان انت تبقى شواطئ عامه، شواطئ عامه، ممشى عام، انشطه كتير جدا، مول تجاري، في محلات كتير جدا، في سينما، في حاجات كتير جدا بجد ممكن تعملوها. الموضوع فعلا يستحق التجربه، ويستحق كمان ان احنا نفتخر بيه، ويستحق ان احنا نتبسط بيه، ويستحق ان احنا نعرف انه كل مواطن موجود من حقه انه يتبسط، والدوله اكدت على هذا الحق من خلال هذه المشروعات اللي تقدر تروح تتبسط فيها باقل التكاليف. صحيح. على اي حال يعني احنا متابعتنا في القناه الاولى لا تنتهي، في كاميراتنا موجوده على مدار الساعه في مهرجان العالم عالمين، يمكن البدايه القويه رصدناها بكل تفاصيلها، مستمرين معاكم لغايه نهايه المهرجان، هنقول لكم يوم بيوم تفصيله بتفصيله من هذا المهرجان العالمي المقام على الارض المصريه. كده خلصت حلقتنا النهارده، كنت معكم انا مصطفى كفافي، وكان بصحبتي زميلتنا جمانة مهر، وكان بصحبتنا ايضا زميلتنا لمياء حمدين. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح عليكم مره ثانيه، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير مصر.